الأهلي يواصل إهدار النقاط والمنافسة على الدوري تشتعل أكثر وأكثر. الأهلي النهاردة أهدر نقطتين والجونة مع تامر مصطفى قدر ياخد من الأهلي اللي هو عايزه. ومسلسل إهدار الفرص السهلة مازال عرض مستمر في النادي الأهلي ودون أي مبرر. سواريش عنده مهمة شاقة جدا في تطوير اللاعبين فرديا قبل كمان جماعيا. الموسم ده في منافسة كبيرة على الصدارة. المهم إن باقي الأندية تفهم إن عندهم فرصة ممكن ما تتعوضش لمنافسة الأهلي والزمالك على القمة. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. اليوم تعادل الجونة سلبيا مع النادي الأهلي. الأهلي خسر نقطتين مهمتين جدا في المنافسة على صدارة الدوري. الأهلي أصبح له مؤجلتين فقط، لو فاز بيهم هيتساوى مع نادي الزمالك في النقاط. صحيح المواجهات المباشرة لسه في صالح النادي الأهلي، ولكن الدوري مازال طويلا. بيراميدز الآن هو فارق عن الزمالك بنقطتين فقط، ولو الأهلي وصل لنقاط الزمالك فيبقى بيراميدز فارق نقطتين فقط عن الأهلي والزمالك. منافسة قوية جدا على الدوري، هتكلم بعد شوية عن المنافسة دي اللي ممكن يخشها فيوتشر وسموحة كمان، بس هفهمكم ازاي بعد شوية. حتى لو نظريا، عشان لو جيت قلت لي ازاي يعني محدش هينافس الأهلي والزمالك، هقول لك على الأقل نظريا دلوقتي لا، كله عنده فرصة انه ينافس على الصدارة. تعالوا نبص على جدول الدوري قبل ما اكلمكم خالص عن مباراة الأهلي والجونة، واوريك شكل الدوري في القمة عامل ازاي. تحس بقى ان يعني اللي هيبص من بره هيقول لك المنافسة شرسة جدا على الصدارة في الدوري المصري، وهي حقيقة يعني نظريا، بس الكورة مش حلوة. الزمالك في الصدارة ب 51 نقطة من 23 مباراة. بيراميدز في المركز الثاني بنفس رصيد عدد المباريات ولكن ب 49 نقطة، فرق نقطتين فقط عن الزمالك. الأهلي عنده 21 مباراة جمع فيهم 45 نقطة، لو كسب المباراتين المؤجلتين هيبقى بنفس الرصيد مع نادي الزمالك، يعني هيبقى الأهلي 51، الزمالك 51، بيراميدز 49. تعال بقى على فيوتشر وسموحة. فيوتشر وسموحة كل فريق فيهم عنده 39 نقطة. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن هم فارقين عن المتصدر ب 12 نقطة، أربع مباريات. أربع خسائر للأهلي، أربع خسائر للزمالك، زيهم لبيراميدز. سموحة وفيوتشر يخشوا في منافسة على الصدارة لو طبعا كسبوا مباراتهم اللي جاية. فيوتشر عنده أهلي وعنده زمالك كمان بالمناسبة. طيب هتقول لي يكسبوا أو الأهلي والزمالك يخسروا أربع مباريات؟ بص على الجدول يا فندم، هتلاقي الزمالك خسران أربع مباريات فعلا ومتعادل ثلاثة، هتلاقي الأهلي خسران اثنين ومتعادل ستة. يعني النقاط السنة دي في الدوري بالنسبة للأهلي والزمالك فيها إهدار كثير جدا جدا جدا. يعني لو فيوتشر وسموحة أمنوا بحظوظهم ممكن، لو بيراميدز طبعا الأقرب للأهلي والزمالك على الصدارة آمن إنه يقدر يكسب الدوري ممكن. لسه بدري على الدوري، بس أنا عاجبني إن الشكل ده جديد، الشكل ده جديد علينا. كان دايما الأهلي والزمالك بيتصارعوا على النقاط والباقي تحت قوي. يعني تلاقي مثلا يعني الأهلي والزمالك 51 نقطة، وتلاقي مثلا سموحة عنده 27 نقطة، بعيد قوي. لكن دلوقتي لا، الكل قريب، الكل قريب على الصدارة. أصلا المركز الرابع لو أنت بصيت عليه هتلاقي في أكتر من فريق، بنك الأهلي وطلائع الجيش وسموحة وفيوتشر يقدروا يتنافسوا عليه. ده الرابع على الأقل، على الأقل المربع الذهبي على الأقل. فالكلام فوق حلو، الكلام فوق حلو. تعال انزل لي تحت بقى، سيبك من ده كله وانزل من بعد العاشر. هتلاقي من بعد العاشر الكلام كبير. مصر مقصة وإسترن يعني أمورهم صعبة، وإن كانت الأمور ما زالت قائمة، أمورهم صعبة وإن كانت الأمور ما زالت قائمة. التالت في الصراع الهبوط، لا منافسة شرسة جدا الإسماعيلي المكون العرب والجونة، ويجي بعديهم بشوية تلات فرق، الجونة وغزل المحلة أو غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وإنبي من بعيد شوية. بس أنت بتتكلم على صراع الهبوط في رأيي أخف من صراع أو منافسة الصدارة السنة دي، ودي حاجة مميزة، دي حاجة استثنائية، دي حاجة استثنائية. يعني الحكاية دي مش موجودة كتير في الدوري المصري على مدار سنوات. صعب تشوف في أكتر من فريق قريب من الصدارة، صعب. هي الحكاية دايما أهلي وزمالك، زمالك وأهلي، لكن فرق تبقى قريبة من الصدارة ما كانتش موجودة في الدوري. هتقول لي ده معناه ايه؟ معناه ان الدوري بتاعنا السنه دي قوي جدا. هقول لك
نظريا على مستوى الجدول اه، لكن على مستوى الكوره لا. هو اللي مخلي الكلام ده يحصل انه الفرق الكبيره بتهدر نقاط في منتهى السهوله، في منتهى السهوله، عندهم اخطاء بالجمله، عندهم مشاكل بالجمله، مشاكل فنيه، فخلت المنافسه قريبه. وده دايما اللي كنا بنقوله، الكل شبه بعضه في الدوري المصري دلوقتي بكواليتي اللاعب اللي موجود دلوقتي، الكل بقى شبه بعضه، فروقات بسيطة جدا، فروقات بسيطة جدا. شفت سموحة ومباراته قدام الأهلي، شفت طلائع الجيش ومباراته قدام الزمالك، وفي ألف مثل بقى شبه ده كتير كتير. دي مباراة سموحة النهاردة مع كفر الشيخ، سموحة فاز 6-1 على كفر الشيخ في كأس مصر دور 16 من بطولة كأس مصر هذا الموسم، أهداف سموحة سجلها عبد الكبير الوادي في الدقيقة 14 وصديق كلابا في الدقيقة 21. كلابا كمان سجل في الدقيقة 59، وعبد الكبير الوادي سجل هدف تاني في الدقيقة 81. مروان حمدي سجل هدف في الدقيقة 26، وعلى بسيلة سجل هدف في الدقيقة 84، أما هدف كفر الشيخ الوحيد فسجله أحمد جمال في الدقيقة 90. أحمد جمال في نفسه في الدقيقة 90. دي أهداف المباراة النهاردة، وسموحة هجوميا مع الكابتن عبد الحميد بسيوني عامل أداء رائع جدا الكابتن عبد الحميد بصراحة. مدرب كبير ومدرب محترم ومدرب من المدربين الرائعين جدا. نيجي بقى لمباراة الأهلي والجونة. النهاردة الأهلي جات له فرص. محمد شريف، صلاح محسن، أفشة، علي معلول، معظم اللاعبين جالهم فرص النهارده خطيره، بس اهدار الفرص في مش عايز اقول كلام في مش عايز ولا استهتار والله، بس في مثلا ضعف قدرات، مش هي دي الامكانيات اللي المفروض يبقى عليها لاعبي النادي الاهلي مثلا. بس ما هو برضه لما بقعد اقول لنفسي كده، ما هو نفس اللعيبه دي اللي سجلت وابدعت وعملت شغل عظيم، ايه المشكله؟ ايه المشكلة؟ أنا ما بفهمهاش. الأهلي مش النهاردة بس، الأهلي هو أكتر فريق في الدوري صنع فرص، بس من أكتر الفرق اللي في الدوري أهدرت فرص، فرص سهلة وواضحة، حاجة غريبة جدا. عشان كده سواريش، ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي محتاج يشتغل كتير جدا على النواحي الفردية للاعبين. جماعيا وخططيا الأهلي ما عندوش مشاكل قوي زي الامور الفرديه، والدليل انه بيوصل، والدليل انه بيوصل، بس فرديا في مشاكل، في مشاكل جامه وكبيره جدا. الجونه النهارده كابتن تامر مصطفى بذكاء كبير رجع تاني يلعب بثلاث مدافعين، الثلاث مدافعين نفعوه جدا انه قفل وعالج اخطاء كثيره جدا كان بيقع جونه فيها الجونه في المباريات السابقه، وقدر يتحسن الاداء بشكل ما دفاعيا. صحيح كان في فرص للاهلي زي ما قلنا، بس الفرص دي قلت، يعني الطبيعي لو كان النهارده الجونه بيلعب باربع مدافعين كانت الامور كانت بقت اصعب عليه جدا جدا زي المباريات اللي فاتت. بالمناسبه كابتن تامر مصطفى هي اخر مباراه ليه مع الجونه كانت اليوم، هو وجهازه المعاون وانتهت مهمتهم مع الجونه، والمرشح الاقرب لتدريب الجونه في الفتره القادمه هو الكابتن الكبير كابتن طلعت يوسف. كل التحيه للجهاز الفني للجونه، كل التحيه للكابتن تامر مصطفى وجهازه المعاون، النهارده عملوا مباراه ختاميه ممتازه مع الجونه ضد فريق كبير هو النادي الاهلي، وقدروا ان هم يخسروا نقطتين ويقدروا يفوزوا قدامه بنقطه غاليه جدا. معايا عبر الهاتف الان واحد من النجوم الكبيره، النجم الكبير للنادي الاهلي في السابق والمدرب المساعد للجونه كابتن احمد صديق. كابتن احمد مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كريم، اخبارك انت ايه؟ اخبارك انت ايه؟ خير حبيبي الحمد لله. النهارده مباراه، النهارده مباراه كبيره للجونه قدام النادي الاهلي، تكتيكيا وخططيا كانت ممتازه جدا تحديدا في النواحي الدفاعيه. والله الحمد لله كريم، انت عارف يعني نحمد ربنا طبعا على البونت قدام نادي كبير زي النادي الاهلي، طبعا انت عارف البونت قدام اهلي وزمالك بيبقى صعب جدا، بيبقى فوز لاي فرقه يعني. صح. وخصوصا يمكن احنا كنا بنمر بظروف عدم توفيق كبير جدا معانا الفتره الاخيره. فبنحمد ربنا النهارده على البونت يقدر يبني عليه ان شاء الله الجهاز الجديد للي جاي ان شاء الله، يعني يقدر يبني عليه بشكل كويس باذن الله. النهارده اللعب بثلاث مدافعين فرق كتير مع الجونه يا كابتن احمد. والله كريم يمكن احنا اشتغلنا على، يعني عارفين النادي الاهلي مجهد بشكل كبير جدا، وعارفين هو خارج من خساره طبعا
ويبقى صعب جدا ان الاهلي يخسر مباراتين متتاليتين انت عارف. يمكن كان احنا عندنا هدف ان احنا ما نخسرش النهارده. لو ربنا كرمنا بالمكسب والقيمه بونت طبعا قدام نادي كبير زي النادي الاهلي بيبقى بمثابه المكسب بالنسبه لنا. يمكن بس بحب اشكر الكابتن تامر لانه بجد بجد من المدربين الكبيره جدا. الكابتن مبارك كبير جدا الكابتن تامر، وهيبقى ليه اسم كبير جدا ان شاء الله الفتره الجايه لانه مدرب كبير، مدرب مثقف. يعني بجد بجد انا سعيد جدا بالتجربه الجميله مع طيب كابتن. قبل ما نتكلم عن التجربه وانتهاء الفتره دي، عايز اكلمك برضو ايضا على المباراه النهارده. لاحظنا ايضا انه مع الاداء الدفاعي الجيد للجونه، بس ما كانش فيه دايما اي خطوره على مرمى النادي الاهلي من الجونه، ما كانش فيه رد فعل، رغم انه في فرق كثيره في المباريات الماضيه هجمت الاهلي وقدرت تسجل في النادي الاهلي وتستغل المساحات اللي موجوده مع الاندفاع الهجومي للنادي الاهلي. ليه ما شفناش اي رده فعل من الجونه هجوميا؟ لا بالعكس يا كريم، يعني احنا يمكن رحنا بواحده او اثنين كان ممكن يجوا جون. يمكن الشناوي اتعامل معاهم بشكل كويس جدا. بس خد بالك احنا خارجين من الخساره، خسارتين متتاليين، فطبيعي جدا انك بتحاول على الاقل انك البونت ده بيدي ثقه كبيره جدا، هيدي ثقه كبيره جدا للعيبه وهيدي ثقه كبيره طبعا جدا للجهاز الفني الجديد طبعا. فكان مهم جدا ان احنا ما نخسرش النهارده. صحيح. يمكن احنا كان معانا سيد توفيق ومع ذلك ادينا مباراه بشكل كبير جدا. يمكن كنا متقدمين مع فيوتشر 2-1 وبنخسر 3-2، مع سيراميكا نفس الكلام 2-1 دينا وبنخسر 3-2. يمكن ده طبيعي جدا في الكوره انك لازم النهارده على الاقل تخرج ببون. طيب. تخرج ببون تبني عليه للفتره الجايه. يعني عايز اسال حضرتك سؤال بقى في منتهى الاهميه. النهارده وانا بتفرج على المباراه، عماد السيد واحد من حراس المرمى اللي ليهم خبره في الدوري المصري، حارس كبير. في خطا يعني قعدت اقول لنفسي لا ما ينفعش حارس في الدوري الممتاز يغلط الخطا ده، مع كامل الاحترام ليه وامكانياته الكبيره، بس الكره تتحرك او يلمسها مرتين مش منطقي خالص داخل منطقه الجزاء. طبعا وعماد من الحراس الكويسين جدا، وكمان معاك كابتن طارق سليمان، يعني طبعا حدث ولا حرج، يعني طبعا بيعرف حراس مرمى كبير جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر ومنتخب الاولمبي. لكن انا شايف ان الخطا ده يعني غير مقصود تماما، يعني لحاجه لا اراديه. اوقات في الكوره كده يا كريم بيجي عليك، ممكن انا اكون مثلا واقف على الخط هلعب برامي التماس تاني، يعني لعبتها وحطيت سبتها مكانها. فبيبقى في حاجات في الكوره كده لا اراديه، يعني يمكن خطا عماد النهارده خطا لا ارادي، لكن قدم مباراه بشكل كبير جدا، قدم مباراه على اعلى مستوى. صح صح. زي ما بقول لك بنشكر الجهاز، بنشكر مجلس الاداره على لان اداره محترمه. ايه اللي حصل بقى يا كابتن احمد؟ ايه اللي حصل؟ ليه المهمه انتهت بهذه الصوره؟ وانا هحط ايدي جنب ايدك واقول لك انه فعلا الجونه واجهوا حظ عاثر جدا في المباريات الماضيه باداء كان جيد بصراحه. ايه اللي حصل؟ والله دي الحقيقه يا كريم، يمكن احنا يعني قابلنا سوء توفيق كده، الحمد لله بنحمد ربنا طبعا، لكن كان معانا عدم توفيق. يمكن احنا بعد رابع مباراه خسرنا كده من مقص على ملعبنا، قدمنا او اتكلمنا مع الناس، قلنا يا جماعه احنا شايفين، وكابتن تامر طبعا اتكلم مع الناس ان مفيش توفيق وهم فكروا بحد، فالناس لا تمسكوا بينا انهم شايفين احنا بنعمل اللي علينا، وهو عدم توفيق والناس اصرت ان احنا نكمل المهمه. لكن برضو مع ذلك يمكن الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الاتحاد على ملعبنا وتعادلنا مع فاركو، كان سهل جدا نكسب في اخر دقيقه لكن تعادلنا. النتائج ساعدتنا شويه، لكن يمكن بس الخساره من المصري ومن المقص على ومن الاستر كومبن على ملعبنا دي بس اللي خلت ان احنا نشوف فعلا لا مفيش توفيق معانا، نعمل اللي علينا بشكل كبير جدا بشهاده الناس كلها، بنأدي اداء بشكل كويس قوي قوي، لكن عدم توفيق مع ان في برضو بعض المراكز معانا في الفرقه ناس مصابه. ويمكن بتتكلم برضو النهارده من الناس المؤثره جدا، نور مش موجود طبعا نص طبعا الملعب طبعا، في رزق برضو مطرود الماتش اللي فات، وعمرو طارق اتصاب، فبرضو كل دي حاجات بتاثر عليك بشكل كبير جدا. صحيح. لكن ناس محترمه جدا واداره محترمه جدا. احنا والله يمكن بعد مباراه ايستر كومباني برضو اتكلمنا معاهم والناس تمسكوا بينا جدا، لكن احنا اصرينا والكابتن تامر اصر، لان خلاص انت بيجي عليك وقت في الكوره خلاص مفيش توفيق. ممكن بتعمل كل اللي عليك، احنا بنعمل اللي علينا 100% في التمرين وفي الماتشات، لكن مفيش توفيق. اتكلمنا مع الناس والناس بس طلبوا منا ان احنا نستنى ماتش الكاس وماتش مباراه الاهلي لحد ما الكابتن طلعت تقريبا، الكابتن طلعت يوسف اللي موجود طبعا اسم كبير جدا بنتمنى له التوفيق، لحد ما خلاص يعني استاذن لنا الناس ان احنا نكمل مباراه الاهلي، والحمد لله ان ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا على الاقل نختم المسيره القصيره مع نادي الجونه. الكابتن طلعت تواصل معاك وكلمته معايا، عملته هاند اوفر زي ما بيقولوا كده، قلت له اللي بيحصل في الفريق ولا الامور ما حصلش فيها؟ بص لا والله بص ممكن يكون حصل اكتر من كده. اولا دي احترافيه، انا شايفها ان احترافيه بتبقى موجوده طبعا في الانديه المصريه، ان احنا موجودين والكابتن تامر عشان هو راجل مثقف جدا ومدرب كبير جدا، الناس لما اتكلموا معاه وقالوا له نستاذنك انك تكمل مباراه الكاس ومباراه الاهلي لحد
يعني يمكن من الكواليس كمان يا كريم اللي اقول لك عليها، اتاكد ان الكابتن تامر ده من المدربين الكبار جدا، ان هو اللي اتكلم معاهم، هاتوا فلان وقال لهم اسماء ورشح لهم اسماء كمان واحنا موجودين عشان برضه تبقى عارف. ومن الاحترافيه اللي موجوده كمان ان احنا نبقى عارفين احنا اخر مباراه لينا مباراه الكاس، مباراه الاهلي النهارده، ومع ذلك ما كانش عندنا مشكله. خد بالك ان في مدربين كتير جدا، ناس كتير جدا بتهر مباراه الاهلي والزمالك. يعني في ناس تقول لك انا ليه امسك اول مباراه الاهلي والزمالك، او في ناس تقول لك انا ليه اخر مباراه الاهلي والزمالك. بالعكس، يمكن احنا كجهاز وكابتن تامر لما اتكلم معانا وخد راينا وقلنا له يا كابتن احنا مفيش مشكله نكمل مباراه الاهلي، يمكن عشان كده ربنا كرمنا النهارده. بنشكر مجلس الاداره، بنشكر حسام الزناتي، بنشكر حسن لانه ناس محترمه جدا 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 للامانه. الكابتن طلعت كان موجود في الجونه النهارده ولا ما كانش موجود في الجون التابع المباراه؟ لا تقريبا كان موجود، لا تقريبا كان موجود النهارده واتفرج على المباراه من الاستاد تقريبا. عظيم. كابتن الكبير كابتن احمد صديق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. كده برضو خدنا من الكابتن احمد صديق تاكيد على الكلام اللي لسه كنا قايلينه منذ لحظات، ان الكابتن طلعت يوسف هو المدير الفني القادم للجونه، كانوا يتابع المباراه النهارده وكان في اتصالات بينه وبين اداره الجونه قبل هذه المواجهه، تاكيد على ان الكابتن طلعت يوسف هو المدير الفني القادم للجونه خلفا للكابتن تامر مصطفى اللي غالبا هيبقى عنده عرض من فريق في الدرجه الثانيه في الفتره القادمه. طيب خبر النهارده يعني حزين، النهارده تعرض حسين الشحات لاصابه بقضاء في غضروف الركبه. حسين الشحات اجرى الاشعه في الساعات اللي فاتت واثبتت اصابته بقطع في غضروف الركبه، والمفروض انه دلوقتي هيتم ترتيب للعمليه الجراحيه اللي هيعملها. غالبا كده موسم حسين الشحات مع النادي الاهلي انتهى، انتهى موسم حسين الشحات مع النادي الاهلي. الاصابه دي او يعني الشفاء من الاصابه دي على الاقل على الاقل شهرين، فالامور هتبقى صعبه جدا. خلاص الموسم هيخلص 31/8، عاد حسين الشحات للاهلي قبل نهايه الموسم تقريبا شبه مستحيله. طيب محمد الشناوي الحارس الكبير الحارس الرائع كان يتلقى العديد من العروض المغريه جدا الفتره اللي فاتت، وهو دائما يتمسك بالنادي الاهلي. عشان كده لجنه التخطيط اوصت بتعديل جديد في عقد محمد الشناوي بنهايه الموسم الحالي. محمد الشناوي عقده مع النادي الاهلي هيتم تعديله، اكيد هيقدر ماليا خاصه مع رفضه كافه العروض المغريه. وحقيقي محمد الشناوي كانت بتجيله عروض خارجيه مغريه جدا، وكان يتمسك دائما بالنادي الاهلي. حارس كبير، حارس محترم، حارس استحق كل التقدير الكبير دائما وابدا. حارس امين للاهلي، حارس امين لمنتخب مصر. النادي الاهلي اتكلم مع سواريش عن اللاعبين اللي هيحتاجهم الفتره اللي جايه واللاعبين اللي ممكن يستغنى عنهم، وهو طلب مهله 30 يوم عشان يشوف كل اللاعبين. قال لهم انا محتاج 30 يوم بس، ادوني 30 يوم وهعرف كل حاجه، هعرف اللعيب اللي هحتاجه السنه الجايه وهعرف اللعيب اللي مش هبقى محتاجه. ودي مهله يعني مش كبيره طبعا، بس خلاص هو كده انت محتاج تحسم امرك، تحسم امرك عشان تلحق بسرعه تشوف صفقاتك الجديده وتشوف كمان اللاعبين اللي هيمشوا من الفريق. امبارح كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن اللاعبين الاقرب للخروج من النادي الاهلي. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن اللاعبين الاقرب للرحيل عن نادي الزمالك بنهايه الموسم. تعالوا نشوف. اول هؤلاء الاسماء هو محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك، ينتهي عقده مع الفريق بنهايه الموسم الجاري، واغلق النادي امامه طريق التجديد بعد ابتعاد اللاعب عن المباريات بحجه الاصابه، واصبح قريبا من الانضمام لاحد انديه الدوري السعودي التي اتفق معها في الفتره الماضيه وتحديدا بعد نهايه مباريات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. طارق حامد لاعب وسط ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهايه الموسم الجاري، واعلن النادي عدم التجديد له وتحويله للتحقيق بعد غيابه فتره طويله في اسبانيا للتاهيل ومماطلته في تجديد العقد. والاقرب لطارق اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل بعد الاتفاق مع احد انديه السعوديه في الايام الماضيه. ثواني قبل ما نروح للاعب اللي جاي، طارق حامد حتى هذه اللحظه بكلام اداره نادي الزمالك هو هيرحل عن الفريق، بس لو تسالوني انا عن توقعاتي اقول لك ان طارق هيكمل مع الفريق. ازاي؟ الله اعلم، بس حاسس ان المشاكل دي هتدوب الفتره اللي جايه. اسم كبير واسم محترم ونادي الزمالك يقدره جيدا، المهم انه يعني الامور تعدي، الامور تعدي. تعال نكمل اللي بعده.
اسلام جابر، يملك اسلام اكثر من عرض للرحيل عن الزمالك في الانتقالات الصيفيه، لكن حتى الان لم يحسم فيريرا موقفه من الاستمرار او الخروج سواء اعاره او بيع نهائي، ومن المقرر ان يكون الحسم بنهايه شهر اغسطس، خصوصا وان العروض التي تلقاها جميعها من انديه محليه. حازم امام، ينتهي عقد قائد الزمالك بنهايه الموسم الجاري، وموقفه ما زال غامضا، خصوصا وان الاداره لم تحسم التجديد له حتى الآن، وقد يكون الأقرب استمراره لمدة موسم واحد فقط لو أبقى عليه في الفريق لو ما لقوش بديل. أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك لكن حتى نهاية شهر يوليو الجاري فقط، وبعدها سيرحل عن النادي بعد عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده، والأقرب له الرحيل إلى أحد الأندية في الدوري القطري، وقد يكون نادي قطر الذي فاوضه مؤخرا كما فاوض مواطنه بدر بانون مدافع النادي الأهلي. رزاق سيسي، اللاعب الإيفواري دخل في أزمة مع الزمالك خلال الساعات الأخيرة بعد أن انقطع عن الحضور لتدريبات الفريق دون إذن في ظل انتهاء عقده مع النادي وعدم الوصول إلى اتفاق للتجديد، وبالتالي رحيله أصبح أمرا واقعا في الوقت الحالي. أيضا محمد أنجم، المغربي محمد أنجم، الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق بعد أن قررت الإدارة عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، خصوصا وأنها ترى بأن الفريق بحاجة للتعاقد مع محترفين آخرين. عمر السعيد، حسم نادي الزمالك بشكل كبير موقفه بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهايه الموسم، كما ان اللاعب تلقى 4 عروض محليه في الفتره الاخيره من بينهم فيوتشر والجونه، لكنه حتى الان ما زال يترقب مصيره مع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق، حيث ان رغبته هي الاستمرار مع الزمالك. يوسف اوباما، ما زال عقده مستمرا مع الزمالك لكن اداره النادي ترغب في رحيله عن الفريق وتبحث في الوقت الحالي عن اي عرض خارجي خصوصا في الدوري السعودي من اجل اعارته في الموسم الجديد. حمزه المثلوسي، الظهير الايمن التونسي، لا تميل اداره الزمالك لاستمراره مع الفريق بسبب غيابه المتكرر بسبب الاصابات، وتريد الحصول على عرض خليجي لرحيله بنهايه الموسم الجاري. الزمالك محتاج فرقه، لو هيستغنى عن كل ده يبقى محتاج فرقه تانيه كبيره يعني. طيب، مين حكم مباراه القمه يوم 21 من الشهر الجاري؟ مين الحكم؟ حتى هذه اللحظة لم يعلن الاتحاد المصري أو لجنة الحكام المصرية عن اسم الحكم، لكن أنا هقول لكم النهاردة كان في اتصال وفي موافقة مبدئية مع الإيطالي دانييلي أوراستو، واحد من الحكام الكبار في إيطاليا، حكم من حكام الصف الأول في إيطاليا، وحكم هيبقى موجود في كأس العالم 2022 في قطر، حكم كبير جداً. في موافقة مبدئية ولكن لسه الأمور لم تحسم، لكن هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. تعالوا أقول لكم شوية معلومات عنه. دانييلي أورساتو، الحكم الإيطالي، جنسيته إيطالي زي ما قلت لكم، العمر 45 سنة، مواليد 23 نوفمبر 1975. البداية، لا 75 يبقى أكبر من كده يا جماعة شوية، يبقى 47 بقى، احنا صغرنا شوية، 47 سنة. البداية كانت في 1993، أول مباراة في الدوري الإيطالي كانت 12/12/2006. أدار 526 مباراة خلال مسيرته، أشهر خلالهم 2518 بطاقة صفراء و63 بطاقة حمراء مباشرة و75 بطاقة حمراء بعد إنذارين، واحتسب 138 ركلة جزاء. لم يسبق له إدارة أي مباريات في بطولة كأس العالم، لكنه أدار 3 مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2014 ولقاء فاصل مؤهل لمونديال 2018 بين أستراليا ولندراوس. زي ما قلت لكم هيبقى موجود في كأس العالم 2022. أدار نهائي كأس إيطاليا 3 مرات، 2012-2013 بين روما ولاتسيو، أشهر 8 بطاقات صفراء وطرد وحيد، 2013-2014 بين فورنتينا ونابولي، وأشهر 6 بطاقات صفراء وطرد وحيد، و 2014-2015 بين لاتسيو ويوفنتوس، وأشهر 5 بطاقات صفراء. أدار 42 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أشهر فيهم 192 بطاقة صفراء و7 كروت حمراء، واحتسب 13 ركلة جزاء.
10 مباريات في دوري الابطال، نهائي 2020 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري الابطال 2021 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، نصف نهائي 2021 بين تشيلسي وريال مدريد، نصف نهائي 2022 بين مانشستر سيتي وريال مدريد. سلام على الماتشات. سبق له إدارة مباراة واحدة في الدوري السعودي يوم 16 مايو 2019 بين الهلال والشباب، أشهر فيها بطاقة صفراء واحدة واحتسب ركلة جزاء. في 30 يناير 2021 أدار نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والهلال وأشهر خلاله 5 بطاقات صفراء. أدار مباراة في الدوري القطري يوم 11 ديسمبر 2018 بين السد والدحيل وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء، وأدار 3 مباريات في يوليو 2020 أشهر خلالهم، ده طبعا في الدوري القطري، أشهر خلالهم 14 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة واحتسب ركلة جزاء. حكم كبير جدا، حكم بي سي في رائع، لو نجحت لجنة الحكام في استقطابه لمواجهة القمة، مواجهة الديربي في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو هتبقى حاجة عظيمة جدا جدا. طيب، في مسلسل البحث عن مدرب جديد لمنتخب مصر، اتحاد الكرة فتح خط مفاوضات مع عدد كبير من المدربين، الأبرز الآن أو الأقرب الآن ولكنه لم يحسم أيضا هو روبرتو مورينو المدير الفني الأسباني. اتكلم معاه الاتحاد المصري لكرة القدم، حاولوا يسمعوا رأيه في هذا الأمر، حاولوا يشوفوا وجهة نظره في هذا الأمر، هل موافق أنه يدرب منتخب مصر؟ الكلام على جهاز معاون، الكلام على راتب، ولكن هو اسم من الأسماء اللي محطوطة على طاولة اتحاد الكرة. وأنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، هو طبعا درب غرناطة ودرب منتخب الأسباني، له سي في محترم إلى حد كبير، محترم إلى حد كبير، بس لو سألتني على الأسماء اللي فاتت، لا هو ممكن يبقى أقل منهم، الأسماء اللي كانت مرشحة كثيرا الفترات الماضية لتدريب منتخب مصر. هو مدرب جيد في أوروبا، مدرب جيد، ولكن يعني لسه مفيش حاجة محسومة. ليه مفيش حاجة محسومة؟ إنه اتحاد الكرة تحديدا الكابتن حازم إمام عايز يتريس في فكرة اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مش مستعجل ومش شايف انه لازم يبقى فيه استعجال، ناخد وقتنا عشان نجيب المدرب الاصلح لمنتخب مصر، وانا جنبه، انا معاه جدا، بلاش نستعجل. انا فاهم ان احنا كلنا بنضغط ان احنا عايزين نشوف مدرب لمنتخب مصر، بس انا كمان يعني ايه، مش عايز مدرب وخلاص، انا عايز مدرب كبير ورائع. واحد بقى من الاسماء الكبيره الرائعه، مدرب حراس مرمى كبير، واحد من افضل مدربين الحراس الموجودين في مصر خلال السنوات العشر الاخيره على الاقل، كابتن الكبير كابتن اسامه عبد الكريم مدرب حراس مرمى سموحه. يا فندم صباح الخير ومليون مبروك الفوز الكبير النهارده على كفر الشيخ في كاس مصر. صباح الفل يا استاذ كريم، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير، مليون مبروك النهارده، الاداء رائع جدا والنتيجه كبيره جدا وفوز كبير ثاني على التوالي طبعا بعد مباراه الاهلي. والله الحمد لله، مباراة كنا عاملين لها حساب كبير جدا، انت عارف ان الكاس كله مفاجآت، وكنا بنخشى ان تحصل اي نوع من انواع المفاجآت في مباريات الكاس، وبالاخص ان فرقة كفر الشيخ من الفرقة الكبيرة، وكان لاخر مباراة ليها في الكاس كسبت فاركو 2-1، فكان في استعداد جيد ليها وعاملين لها حسبة كويسة، وكنا مديلها تقديرها كويس جدا، عشان كده قدرت النهارده الكابتن بسيوري والكابتن احمد صالح والجهاز الفني باكمله قدروا النهارده ان هم يحطوا ويزرعوا الحماس والاصرار في لعيبه نادي سموحه، ان ازاي المباراه دي تخلص بدري وتخلص في الشوط الاولاني، لان كل ما بيعدي الوقت مع الفرق اللي عندها الحماس الزائد والفرق المحترمه زي فرقه كفر الشيخ من الفرق المحترمه، دايما بيكون عندها دوافع اكتر، وكل ما الوقت بيمر بيبقى عندها اصرار اكتر على انها توصل لبر الامان، لو ما كانتش انها تقدر تخطف هدف انها توصل لضربات الجزاء. فكانت الحسبه كلها والسيناريوهات كلها في بال الكابتن عبد الحميد بسوني والجهاز الفني، ان احنا ازاي من اول مباراه نلعب فول تيم، نلعب بالتيم كامل، نلعب ان احنا نخلص مباراه في دور ال 16 مهمه جدا ان احنا نوصل لدور الثمانيه، لان حق نادي كبير زي نادي سموحه ان يطمع ويامل في بطوله يقدر يجيبها، فالبطوله السهله اللي تقدر انت تحصل عليها والاسهل هي بطوله الكاس، وان شاء الله. طب اقول لك حاجه بقى، النهارده خطوه جديده لحصد بطوله لنادي كبير زي نادي فرصه اللي انت معايا يا كابتن اسامه، من شويه كده كنت بستعرض جدول الدوري الممتاز، تمام؟
واكيد انت شايف النقاط عامله ازاي، وشايف النهارده الاهلي بيهدر النقاط، وانتوا كسبانين الاهلي نفسه الماتش اللي فات، والزمالك بيهدر النقاط، بيراميدز بيهدر النقاط، والفرق بينك وبين المتصدر هم 12 نقطه. 12 نقطه دول على الورق يعني معناها ان انت لسه في المنافسه على الصداره على الورق، يعني هو كلها اربع مباريات، الزمالك نفسه خسران اربع مباريات الموسم ده في الدور الاول، والاهلي يعني متعادل اثنين ومتعادل سته وخسران اثنين. ليه ما يبقاش عندك طموح؟ يعني ليه الفرق او باقي الفرق والاهلي والزمالك شايفينهم بعينيك بيهدروا نقاط، انت نفسك بتكسب الاهلي ثلاثة في شوط، فليه ما يبقاش عندك طموح لاستمرار والمنافسه على القمه؟ لا والله بص خلي بالك، يعني احنا كنادي سموحه الطموح موجود والاصرار موجود ان احنا نوصل بنادي سموحه وفرقه نادي سموحه لافضل مكان موجود في الدوري. طيب معلش 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 يا كابتن اسامه هقطعك برضه، هذه الجمل الجميله المهذبه المحترمه الذكيه الواقعيه، بس انا نفسي فرقه تخش تقول لي اه لا ليه انا هنافس على الدوري، احنا مش عايز، انا مش عايز اسمع الجمله اللي هي بتاعت ايه احنا هنوصل لابعد نقطه. طب ما لا لا بص خلينا في ارض الواقع. يلا. النهارده البونت في الدور الثاني، انا راجل اشتغلت في منتخبات بمراحلها كلها، عارف يعني ايه قيمه المنتخبات، عارف اللي اشتغلت في الدوري الممتاز سنوات كثيره جدا، عارف يعني ايه قيمه البونت في الدور الثاني. قيمه البونت في الدور الثاني صعب جدا على كل الفرق، مش الفرق الصغيره ولا الفرق الكبيره، لا على كل الفرق. النهارده النادي الاهلي بقى له ماتشين خد من الماتشين بونت واحد. يعني لسه في فقد نقاط للانديه الكبيره زي كان نادي الزمالك او النادي الاهلي، لسه في اللي جاي هيبقى في فقد نقاط. صحيح. انما احنا بنعمل ونطمع لان احنا عندنا كل المقاومات، انما ما استلمناش المهمه من بدايه الموسم، ما استلمناش المهمه وعدد الابناط كبير موجود معانا، استلمنا المهمه واحنا بنحاول نجمع ابناط، فرق 12 بونت بيننا وبين المتصدر اذا كان نادي الزمالك او نادي الاهلي او الانديه القمه اللي موجوده، فرق 12 بونت احنا هنسعى جاهدين، انما اوعى تتخيل ان 12 بونت سهلين في الدور الثاني. لا طبعا ما بقولش ان هم سهلين. يعني طبعًا. عشان كده انا ما بتكلمش في كلام دبلوماسي، لا انا بتكلم كلام واقعي وعلى ارض الواقع، ان احنا النهارده بنسعى جاهدين ان احنا نوصل لافضل مكان. صحيح. لما الدنيا تقرب اما تبقى في تعثر للانديه الكبيره زي الزمالك والاهلي وبيراميدز وفيوتشر، الانديه اللي هي بتنافس كلها في مربع المنافسه معانا، اما تحصل عليهم حالات تعثرات احنا ازاي نستغل ده بمكسب وفوز يقربنا خطوه، وكل ما هنقرب خطوه كل ما هنشوف الحلم قدام عينينا وممكن نصر عليه اكتر، وما فيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ممكن نتوج ببطوله كبيره زي بطوله الدوري، انما ده امل كبير وحلم كبير، انما لازم تبقى انت شغال الموضوع خطوه بخطوه، لان انت لو بصيت بصه كبيره قوي ممكن ما تعرفش تاخد حاجه. صحيح. فانت خليك خطوه بخطوه عشان تبقى على ارض الواقع، ده الافضل بالنسبه. طيب السؤال اللي جاي ليك بقى واتمنى تجاوبني. طب. هو انت مقصر في ايه عشان ما تبقاش موجود في منتخب مصر الاول؟ لا ما فيش تاثير في حاجه طبعا، انا المنتخب مصر الاول، انا شرف وتشرف ان انا بيتقال ان انا واحد من ابناء المنتخبات، اذا كنت منتخب ناشئين او منتخب اولمبي وتشرف بده. منتخب مصر الاول شرف كبير جدا 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 لاي مدرب، ويوم اما اتحاد الكوره او المنتخب يطلب اسامه عبد الكريم، طبعا ده طبعا هنستقبل نادي سموحه، وطبعا تبقى الامور يعني شرف كبير ليا جدا ان انا طبعا اتولى مهمه المنتخب الاول. طب حاسس انما دي حاجه يعني مش قرار انا طبعًا. ولا قرار حضرتك طبعا، ده قرار المسؤول عن الكوره في اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ المحترم جمال علام والكابتن حازم امام النجم الكبير والكابتن بركات وجميع اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره المحترمين، ده قرارهم هم اللي شايفين هم اللي حاسس انها قريبه المره دي. والله بص انا انت عارفني يا استاذ كريم، انا لما بشتغل ما عنديش حسبه، انما انا طبعا كل الحراس اللي موجوده من اول محمد الشناوي ابو جبل صبحي جاد كل الحراس تقريبا اللي موجوده في الساحه الرياضيه، الهاني سليمان، كل الحراس الموجوده في الساحه الرياضيه كلها تقريبا الحمد لله انا علاقتي بيهم كويسه جدا، والحمد لله قدرنا نعمل مع كل حد فيهم اشتغلنا معاه في فتره من فترات حياته بصمه كويسه. صح. صح. فيعني كله اللي هتؤمر بيه الكره المصريه والرياضه المصريه واللي هياخد قرار في طبعا اتحاد الكوره كلنا هنبقى مساندين للقرار. صحيح. وكلنا تحت امر القرار اذا صحيح. كان اسامه عبد الكريم او غير اسامه عبد الكريم كلنا بنساند الكره المصريه. بالتأكيد. لان اللي وقف
وعارف قيمة يعني إيه منتخب مصر وعلم منتخب مصر والنشيد الوطني لمنتخب مصر في البطولات المجمعة أو المباريات الفردية، بيبقى عارف يعني إيه حجم وقدر المسؤولية، فدائما مساندين لهذه القرارات. طبعا كابتن الكبير كابتن أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى سموحة ومدرب حراس مرمى منتخبنا الأولمبي السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. 12,000 مشجع هيبقوا موجودين في مباراة منتخب مصر أمام ملاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في سبتمبر القادم، مواجهة إن شاء الله تبقى كبيرة ومحترمة لو أقيمت في سبتمبر ولم تؤجل في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية على استاد الإسكندرية إن شاء الله. 12,000 إن شاء الله يملوا استاد الإسكندرية وتبقى حاجة كبيرة جدا لو قلت لكم لو أقيمت المباراة فعلا في شهر 9. إحنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده، بعد الفاصل نستقبل الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل نجم الاهلي والزمالك الاسبق، وايضا الكابتن ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. خليكم معانا نواصل بعد الفاصل. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل كابتن ابو المجد مصطفى. كابتن محمد مشرف ومنور. شرف كابتن منور. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير تمام. كابتن ابو المجد مشرفني ومنورني حبيبي كابتن كريم، ربنا يخليك معايا النهارده حبيبي كابتن، ربنا يعزك. كله خير الحمد لله. اللي حصل النهارده بقى في المباراه، مباراه الاهلي والجونه، الاهلي عمال يضيع في فرص والجونه بيحاول يدافع بشكل جيد، والاهلي للمباراه الثانيه على التوالي بيخسر النقطه الخامسه، وكده حتى لو كسب المباراتين اللي جايين هيبقى متساوي مع الزمالك في النقاط وفقد فرصه انه يتصدر الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك. انا مش عايز حد يزعل، احنا دايما اتكلمنا من فتره ده نتاج يا كابتن ان فرقه الاهلي ما كعناصر بعاد قوي، كلعيبه في لعيبه مش هقول مجهده بقى خلاص، يعني مش عايزين نطلع شماعه الاجهاد دي، التمركز في الملعب، السربعه، الكور الكتيره اللي بتضيع من فراوده زي شريف زي صلاح محسن، كان حجه صلاح انه ما بيلعبش، لا ابتدى رجليه في الملعب بقى ياخد، برافو عليك بقى ياخد، حسام حسن ابتدى ياخد، يعني الكره اللي بالهيدرز دي الاخيره لا دي جوان، حسام صلاح عملها كويس، عملها حلو بس دي بتاعت حسام من سنه لا بتزغرط في الجون، الفاول اللي اتحسب جوه ال 18 ألف به حط وش رجلك، هتركن فين هنا؟ يعني علي معلول احنا لعيبة كورة، هتركنها ببطن رجلك في الزاوية البعيدة ازاي؟ ده انت في حلق الجون، ده انت دي كور زي ده كابتن تتحط وش رجلك، مش لازم مدرب يقول لك. وهي ونصيبها. وهي ونصيبها. ما حد يتخش جوه. طبعا لأن انت خلاص ده انت 3 خطوات عن الجون. كل دي تراكمات يا كابتن، الأهلي مش عايز حد من جماهير الأهلي تزعل، ده عادي حاجة متوقعة. ان لازم تبني فرقه، لازم تبني فرقه، انت بتعافر دلوقتي النهارده الجونه كابتن بتلعب بثلاثه ورا وبيامنه، النهارده الجونه كان بيروح على استحقاق، عارف لو الجونه عندها ثقه كانت هتروح تجيب جون قلت الكلام ده للكابتن احمد السدي من شويه بالظبط، كان هيروح بيدافع كويس بس انت كان المفروض يبقى عندك اي رده فعل هجومي زي ما عمل سموح. برافو عليك. وبعدين عندهم عناصر الجونه كويسه، انت فاهم، بس هو نازل عايز يخطب بونت، والبونت ده هيفيده على فكره في الدوري الجونه. ارجع للنادي الاهلي، الراجل لسه بيتفرج ولسه بيشوف ولسه بيشكل، بس انا بقول لك في لعيبه كتيره بعيده قوي، بعيده عن مستواها قوي. صحيح. المجد كان لعيب كوره وعارف ان اي مدير فني جديد بيجي اول ماتش وتبدا اللعيبه دي كلها بتطلع 100% من 120% من عندها. انا في الماتشين دولت حسيت ان اللعيبه ما بتطلعش لا الروح ولا الفنيات اللي الراجل ممكن يحسب عليها، وده بسبب ايه؟ انا عارف ان انا ماليش بديل، يعني انا بقول لك الاطراف عارفين ان هو محمد هاني وعلي، لا ما فيش حد، فانا هنلعب الاثنين الاطراف من فوق، ما هو يا طاهر يا حسين ما فيش، وحسين اتصاب كمان، وحسين اتصاب وبيرستاو اتصاب، دي تراكمات من عدم الشغل مع اللعيبه. انا قلت لك موسيماني خد الحاجات الكويسه كلها اللي في الفرقه وما اضافش، لا ما اضافش خالص، اضاف بطولات بس البطولات جت عشان اللعيبه دي كانت فايقه، كانت كلها بسم الله ما شاء الله كلهم فايقين، فانت يعني لو موسيماني كان مكمل مع النادي الاهلي كان الاداء ما كانش هيبقى افضل من كده. موسيماني برضو تعادل وخسر وقبل ما يمشي وكان الاداء زي وحش جدا،
وما كانش فيه اضافات لان خلاص المخزون اللي منهم خده فعلا. فانت عشان انت يبقى عندك لازم تضيف للاعيب حاجه، لازم تدخله في الجيم. لا ما حتى لو موجود، ما هو سامي مسك بعديه ماتشين وكان بيكسب بس مش اداء. انا بس هي النقطه بتاعت ان انا لما مدير فني يجي جديد اللعيبه دي لو ما طلعتش كل حاجه انا خايف الراجل ياخد انطباع عن اللعيبه دي انها قليله، او تيجي في اخر البتاع يقول لك تقريبا عايز 15 لعيب جداد. كنت اسالك انت من شويه قلت انه الاهلي محتاج يكون فريق. طبعا. كم لاعب في الاهلي؟ مش اقل من 8 يا كابتن، فيهم 5 سوبر، فيهم 5 اساسيين. لان انا ما اقدرش اعتمد على اللعيبه النادي. انت دلوقتي بتقول لي انه الاهلي كمان محتاج يستغنى عن 8 على الاقل. في 8. انا عايز اعرف يا كابتن هم اللي موجودين اللي بيلعبوا بقى لهم 6 شهور او 7 شهور او 8 شهور 13 14 لعيب بالظبط. فين بقيه القوائم؟ فين ال 30 لعيب؟ عشان ما يبقاش الكلام 15. لا انت عايز تمشي 15؟ لا بقول لك اللي بيلعبوا قوام. مين الثمانيه اللي المفروض يمشوا؟ هقول لك على حاجه، انا كنت قلت ان محمود متولي لو ما دخلش في خلال الثلاث شهور دولت لا خلاص. معاك محمود محمد محمود. محمد محمود. كريم فؤاد. ادي ثلاثه. ما خدش اصلا كريم فؤاد. ما هو لا خد في ماتشات خد. انا همشي ما تحسسنيش ان انت مش شايلني، انا هديك مره واثنين. لا لو ما فرقتش معايا يبقى محمد هاني هو وحش يلعب. ماشي يبقى انت قلت محمود متولي، محمد محمود، كريم فؤاد. وكريم فؤاد. ادي ثلاثه. هو قال ثمانيه فمش هسيب. ماشي. وليد سليمان خلاص اخر ماتش اعتزال بعد الماتش. وكتر خيره يعني طبعا. لعيب عظيم. انا ما اعرفش بقى بقيه القوام مين يا كابتن. يعني انا مقيد 30 لعيب بامانه. انا ما بشوفش غير 14 15 واحد. انت قلت لي اربعه دلوقتي، انت مش قلت لي 8؟ ايوه. رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامي. محمد عبد الجليل ما بيرجعش في كلامه. لا بس في اربعه لو قلتهم هيزعلوا. هيزعلوا قوي. بس انت ما كنتش بيفرق معاك قبل كده، ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي بقى يزعل. يعني انا جات لي ان هم زعلانين مني شويه. يا جماعه والله والله انا ما حدش زايد على اهلاويتي. انا بتكلم في الصالح. نكون فرقه. في ناس لا بعيده عن مستواها. طب انت في ناس اديناهم فرص كتير. انت قلت اربعه بشكل واضح. تمام؟ الاربعه التانيين هنقولهم بشكل لطيف. أيوه. اللي هو ايه؟ لو ما شديتوش حيلكم يمشي. هتمشي. مين بقى؟ حسين. حسين الشحات. صلاح محسن. صلاح محسن. حسام حسن لما ياخد يمسك في الفرصه بقى. ماشي. احنا كلنا دعمناك يا حسام. ادي سبعه. انت عايز ايه تاني؟ فين التاني؟ ما حلو سبعه. مش لازم يعني انا قلت سبعه ثمانيه. الثامن اساعدك في واحد واشيل ده؟ مش بحبه. اشيل لك انا مسؤوليتي؟ رامي ربيع بحبه. ميكي سوني. لا ما ده خلاص. لا اصلا خالص. لا ده انا مش هحطه يا كابتن. ده انا مش هحطه في الحسبان. انا بقى قلت سهلها عليك عشان ما حدش يتضايق. لا ده ما حدش يتضايق منك خالص. هو بيرستاو. انا بقول لك انت عايز بيرستاو كمان يمشي؟ طبعا. طبعا. كده انا زياد طارق. ده زياد طارق قده 30 مره في الكوره. لو خد الولد ده النهارده الكوره بيوقفها وبيعدي وبيعمل. على فكره هو كان افضل لاعب في الاهلي لما نزل. تصدق؟ هو الوحيد كان عنده قرارات صح زي ما كان الكابتن ده كان بيتكلم عن قرارات. هو الوحيد كان عنده قرارات صح ورايح وبيعدي. صحيح. النهارده طاهر بتعدي بتعمل الاوفر في صلاح سالم. لا لا ما ينفعش لعيب نادي الاهلي وانت خسران. احنا كنا واحنا خسرانين او متعادلين انا في اخر كور دي ببقى مركز فيها وبعمل فيها حساب 100%. صحيح. انا واحد قاعد بيتفرج معايا قال لي هو عايز يحطها في الضيقه. قلت له لا ضيقه ايه؟ لا دماغه ما تجيبش للضيقه. هو رافع الاوفر وقلش في الوقت ده ما ينفعش. ده يبين لك ان اللعيبه مش واقفه على حيلها. اللعيبه مستعجله. اللعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها. محدش يزعل. احنا ما حدش زايد على اهلويتنا خالص. انا بقولش الاهلي ده وحش ولا الاهلي ده مش لا كون فرقه. احنا البطولات اللي خدناها بطولات جميله بس خدت من الفرقه يا كابتن كريم خدت الخلاصه اللي عند الفرقه كلها. هو ده قفشه. هو ده السوليه. تمام. هروح للكابتن ابو المجد. اتفضل يا كابتن. عمال ما ارجع بقى من الكابتن ابو المجد اكون حضرت لك اربعه كمان. لا تحضر لي الثمانيه اللي يجوا الاهلي بقى مكان الثمانيه اللي انت مشيتهم. حلو. انت هتمشي لعيبه مش هتجيب لي ثمانيه غيرهم. طيب كابتن ابو المجد النهارده الاهلي تحس كده مش النهارده بس في كل المباريات اللي فاتت. انا بكلم دلوقتي مدرب. تمام. فكره انه اللعب يبقى فلات واضح انه الكوره رايحه عند باك راجعه اللاعب في النص رايحه الباك رايحه الجناح ده ما يفتحش ابدا تكتلات. انا دايما بشوف ده في الاهلي. حتى الفرص اللي بتيجي للنادي الاهلي هي بتبقى كور مثلا مرفوعه في السماء خبطت في دماغ لاعب فنزلت في السكند بول فلعيب شطها فجت مثلا جت جون او ضاعت فرصه. بس حتى الفرص مش خلق مساحات وحاجات كده. بشوف دايما الاهلي اداؤه فلات جدا. تفي ولا تختلف؟ لا معاك طبعا. يمكن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت حتى الناس اللي بتتفرج عليه او الجمهور نفسه هو اصلا اللي مزعله ان شخصيه النادي الاهلي
ما بقتش موجوده. صح. وده شغل مدربين، يعني شغل مدرب جوه الملعب. دي اللي انا بقول لك عليها في البدايه، انت فلسفه، انت فلسفتك النهارده ان انت تبدا من تحت عشان تقدر تخترق ويبقى عندك مساحات وتقدر ان انت تستفيد بالمساحات في التحولات الهجوميه. ده شغل مدرب. لكن النهارده زي ما بقول لك فكره ان انت بتبدا وفي الاخر بتعمل طويل، فانت ما عملتش اي حاجه. ودي ما كانتش كرة بتاعت النادي الاهلي. زائد ان انت بتتعامل دلوقتي مع اللعيبه مش احسن حاجه، يعني مش في حالتهم. معظم الناس تحس ان حتى بيلعبوا باداء ما فيهوش اللي هو ايه الجديه، او ان هو عايز يدوس على نفسه عشان الموقف اللي هو فيه يعديه. لا، انت بتتكلم مع لعيبه مستسلمه. يعني بشوف لعيبه النادي الاهلي مستسلمين للتعب، مستسلمين لعدم الجماعيه حتى في اللعب. شفت حاجات كتيره جدا برضو، ودي ما كانتش موجوده في النادي الاهلي. اللعيبه بتكلم بعض كتيره جدا بطريقه مش صح، في عصبيه، في عصبيه، صح، استعجال، عدم ان الربط ما بين اللعيبه وبين بعضها. عارف انت كان رجلك في الملعب قريب يا كابتن مجدي، لو اللعيب حاسس انه مش في فورمه، مش في مستوى، متعصب، هو متعصب، متعصب جدا، والتاني متعصب برضه، يعني هو مستني مستحملين بعض، مش مستحمل، احنا مش فايقين. فالعدم الفوارق النهارده بانت في الكوره مع حمدي فتحي وشريف وزعيق. انا قلت الشريف هيقول لا لا معلش وهنجيب النهارده، ده الراجل ست دقائق محمد الحكم اللي جنبي قال هيجيبه، قلت له المره دي مفيش، مفيش ايحاء، مفيش الكوره رايحه على الجون زي ما انت قلت دلوقتي، مفيش خطوره، بس كان يعني في فرص، في فرص فين وفين، كل ربع ساعه فرص. هو بالشكل اللي انت بتقوله، أيوة، هي الفرص اللي هي بشكل يعني مش غلطه نظام الفرقه الثانيه. وبعدين ايه، كل 10 دقائق ربع ساعه فرصه وتضيع، انما اخر 6 دقائق لما الاهلي معروف بالشراسه بيجيب في البلاس 90 بيكسر الدنيا. كابتن انت احساس المره دي مفيش. كابتن اول 45 دقيقه الشوط الاولاني فرصتين، فرصتين اللي في العارضه، اللي في العارضه واللي قبلها بتاعت قفشه، بتاعت قفشه الهيد اللي كان بالظبط الهيدرز من عماد السعيد. لكن انت بتتكلم كنادي اهلي 45 دقيقه، يعني نعتبرها فرصه عشان وصلت بين الثلاث خشبات. ماشي. بالظبط. فانت بتتكلم يا كابتن يعني 45 دقيقه النادي الاهلي يوصل مرتين، صعبه جدا. والنادي الاهلي برضو عنده، انا شايف ان من الحاجات اللي مقلله الحلول الفرديه. صح. يعني الحلول الفرديه عند النادي الاهلي مش احسن حاجه. هو الوحيد اللي كان بيديك حلول فرديه وهو فايق كمان مش دايما، هو احمد عبد القادر ومش موجود. الوحيد يعني، الوحيد يعني في يعني يعني حتى لا يعني لما بيبقى في قمه تركيزه كان بيحل لك كتير. بالظبط. لكن في الفتره الاخيره ديت برضه كان ما كانش الامور، يعني تحس ان هو حتى هو بيشتغل مشتت شويه. صح. عايز اعدي ولا عايز ارقص ولا عايز العب. صح. فعنده كان بس هو الوحيد الكرييتيف في الفرقه، الوحيد اللي ممكن يعمل لك حاجه مبتكره، لكن الباقيين كلهم هي لعيبه كويسه ومهمه وبتاع، بس ما عندهمش حته الحرفانه دي اللي ممكن يعمل فرق. عندهم خوف. فين حسين اللي كان بيروح يغرب لثلاثه اربعه؟ ده بيروح للباك وبيرجع تاني يرجعها ورا. فين طاهر اللي كان في مواليد بيجري جري خمسه سته وراه؟ فين شريف القطعه بتاعته دي وكان بيروح زي ما ابو المجد قال في الفاصل، احنا قبل ما نخش شريف عايز يجيب جون وبس بسرعه، فما بيجيبش. يعني كل هدفه ننزل يجيب جون. فلا، العب لعبك تاني، قفشه يبتدي، بلاش لعب بالعرض كتير. لا، عايزين حاجه لقدام، حاجه لقدام. الناس برضه ما بتساعدوش، يعني ما بيتحركوش، كله عايز الكره وهو واقف دلوقتي. ليه؟ مفيش ثقه. انا شايف ان بدنيا الاهلي زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت بدنيا مش مساله اجهاد، لا، بدنيا مش واقفين على حالهم، ودي بانت في الباصات زي ما ابو المجد قال، في باصات كده كتيره ببقى انا جنبك بتروح باصها لي جامده قوي، يا اما ضعيفه قوي، صح، واجي اوقفها تروح طاوله مني. زي مثلا الجون بتاع سموحه بتاع اليو ديانج، وده استلام وشايلوها الرامي ربيعه، طب ما ربيعه باصها لك في رجلك انت ما عرفتش توقف، فقطعها وجاب جون. الحاجات دي الصغيره تفرق. طيب مين الثمانيه؟ هنقول مثلا كان نسيب. انا قلت انت هتنسى، بس انا برضو قعدت. انت ما تفضليش الفرقه يا كابتن عبد الجليل. لا، هنجيب لك 8. هجيب لك 8 بس انا هقول اسامي. بس تعقدات بقى يخلصوا او ما يخلصوش. لا، وفي نقطه، احترام لكل الانديه اللعيبه دي تلعب فيها. انت بتقول اسماء تحب تشوفها في النادي الاهلي، بس الانديه بقى تتمسك بيهم، الاهلي نفسه مش هيفوضهم. يعني بالظبط، انت في 8 انت حابب تشوفهم في الاهلي وخلاص. نقول مثلا بكره اتمنى كريم العراقي،
باك ليفت شايف ان اقرب واحد يرجع من الاعاره شكري ده لو هو الباك ليفت بتاع سموحه الولد الصغير او حسين السيد يعني الاثنين دول. ناس كتير قال لي محمد حمدي، لا محمد يعني تقيل شويه، هو لعيب كويس في بيراميدز بس مش هيشيل النادي الاهلي. اتمنى يبقى انت قلت لي باك رايت وباك كريم العراقي الاثنين وحسين السيد او محمد شكري او محمد شكري انا نفسي في محمد رضا بوبو محمد وسط في نص في نص الملعب. عايز احمد رفعت ناحيه الشمال ماشي عايز احمد عاطف فيرويد ادي خمسه ماشي. يعني دلوقتي عايز اكتب لك الاثنين افارقه ايه يعني عايزك تملى الاهلي روح مفضي فيوتشر انت مصاب تفضيهم كلهم النهارده لا هو فيوتشر كده خدت منه كام لعيب ثلاثة يا كتير لا خليهم اثنين بس احمد رفعت انتهى لي ما تمام خدت رضا بوبو وهات احمد عاطف نفسي يجيب اثنين افارقه تقال اللي هم طب مركزهم ايه فيرويد الاثنين فيرويد واحد من تحت الفراوده او جناح مثلا او جناح يعني وفي افارقه كتير كويسين يعني مش محتاج سنتر باك مدافع مساكين محتاجين بس عمال اضربها في دماغي مفيش غير باهر محمدي وانا مش عايز افضل الاسماعيلي لان الاسماعيلي يعني حبايبنا غرقانين اديك اسم ولد مغربي الشاب اللي طالع ده اللي اهلي عاروه للتشيك حلو قوي والله انا بتاع الناشئين ده المغربي ده لو الاهلي رجع انا رايي انه الاهلي رجعه بس الاهلي خاف لاعب زي دوت ما يشيلوش لسه الخبرات بس في محمد عبد المنعم لما طلع ورجع بس هقول لك تعمل نفس اللفه تاني ما طلعش كان عندك وعمال تعيره في كل حته بالظبط صحيح كابتن ابو المجد حابب تشارك في القصه دي بص انا ادينا يعني اسمين طيب ادينا اسم اي حاجه يعني بص يا كابتن لا انا شايف ان الحلول لازم تبقى تكتيكيه داخليا يعني ايه داخليا يعني لازم تعتمد على اولادك شباب الناشئين بالظبط كده يعني لازم تعتمد على اولاد النادي زي زمان زي زمان وزي يعني زمالك الزمالك اضطر يعني الزمالك مع الغيابات خلي بالك طلع 4 5 خلي بالك في توقيتات كبيره جدا يا كابتن الفترات اللي فاتت اللي الانديه اضطرت صح ان هي ترجع للقاعده اللي تحت كل اللعيبه بقوا نجوم صح يعني كل اللعيبه بقت كويسه هتلاقي عندك نادي الاهلي جه فتره او نادي الزمالك جه فتره لما الفلوس قلت ايام الثوره يا كابتن بدات تطلع انت بتتكلم دلوقتي عناصر من تحت يا كابتن فرقت مع النادي كتير الزمالك عشان القيد والغيابات الكثيره بسبب الاصابات فاضطر يلعب بشباب فالشباب اكتشفت ان هم احيانا احسن من اللي كانوا موجودين ما هو كابتن عشان مضطر ما كانش هيعمل كده الزمالك ولا الاهلي بص يا كابتن انا بقول لحضرتك ان انت عندك القاعده بتاعه النادي الاهلي والزمالك في مصر بيجي لهم احسن لعيبه في مصر فانت الشباب بتطلع من تحت يعني متاسسه بشكل كويس طب فهم اللي شايلين الانديه بالظبط فانت لما تيجي تدي الثقه بس هي الفكره كلها ان انت تستحمل الناس دي هي مشكله النادي الاهلي والزمالك كابتن تحت الضغوطات اللي بتبقى موجوده ما بيقدرش ان هو يستحمل من الجمهور يعني الجمهور بقى اعلاميا لا مش اللعيبه اللي هيلاعبهم ايوه يا كابتن انا بتكلم على او الاداره اللي هتجيبهم خلي بالك يا كابتن مع المدرب يلعبوا انا اصلا انا 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 تعرضت للتجربه دي يعني اول ما طلعت او اول ما روحت انا النادي الاهلي انا كنت صغير كنت كانت المجموعه بتاعتنا لو حضرتك فاكر انا وحسام غالي ووائل رياض ورضا شحاته ابو مسلم وحسين امين يعني مجموعه منتخب الشباب كلها ومحمد شوقي كنتوا لعيبه تقيله بس بص يا كابتن احنا في السنه ديت خدنا دوري الابطال وخسرنا دوري 2001 وخسرنا دوري صحيح مع الضغط احنا المفروض ان احنا كنا جايين في الفتره ديت ان انت بتجهز فرقه كانت برضو الفتره دي يا كابتن كانت في احلال وتجديد في الوقت دوت كابتن هادي وكابتن وليد صلاح الدين بيبطلوا يعني كان خلاص يعني ايه بس انتوا بنيتوا فرقه ال 10 سنين بعد كده ما احنا بس لا كابتن ما لحقناش كابتن ما خسرت الدوري دي خلصت يعني عليك. خسرت الدوري اول سنه دوري ابو المجد ومسلم وحسين امين وعدد كبير من اللعيبه كانت طالعه وعادل مصطفى كان وعادل مصطفى كل دول كانوا طالعين بشكل عظيم 2001 خلص فمشوا واشتروا لعيبه بقى بالظبط فبدات بقى ايه يعني الفكره اللي انت كنت عاملها بدات تقل فبدا مثلا اللي يشارك مش المجموعه كلها اللي يشارك مثلا حسام مثلا ابو المجد على فترات ابو مسلم على فترات كده فبدات انت الفكره بتاعتك تلت اربع اسامي دلوقتي ابو المجد باك رايت عالمي بجد مش عشان قاعد جنبك لا 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 قوي وبيعدي ويخش لجوه يعني عادل مصطفى كان لعيب كوره لعب جامد جدا حد يختلف على ابو مسلم؟ لا ده راح احترف في فرنسا ولعيب باكليب طبعا لو اتصبروا عليهم دول كانوا كملوا صح بس صح زي ما هو قال خساره الدوري دي
تأثر. طب يا ترى السنه دي لو بعد الشر الاهلي خسر الدوري هنضحي بالعيال الصغيره دي كلها وبالناس دي كلها؟ يعني زياد طارق ده، الولد كوكا ده، ديفندر هيل. ده يا لا لا يجي منه مغربي ده لو رجع هايل. في ثلاثة أربعة كويسين، يا ترى نقدر نسندهم نقدر نلعبهم؟ أنا نفسي زياد طارق ده ياخد في الملعب، ياخد أساسي كمان. ياخد كابتن اللي طلعنا واحنا عندنا 17 18 سنة صح. ومين موجود؟ صح. كابتن طاهر أبو زيد وكابتن علاء وأسامة وعلاء ميهوب أبطال، بس كان في واحد اسمه أنور سلامة وكان واحد في ظهره الله يرحمه اسمه صالح سليم. لاعب وما تخافش، هاني رمزي، عبد الجليل، عمرو أنور، عادل عبد الرحمن، احمد حموده، عصام ربيع، احمد رزق، وبعد كده طلع بعدين مين؟ وليد صلاح وهادي ومحمد يوسف. كونت فرقتين من ناشئين النادي. صحيح. خاصه يا كابتن، يعني خاصه يا كابتن ان انت في التوقيت اللي احنا فيه دوت محترم، يعني الكواليتي بتاع اللعيبه مش كبير، كل شباب يعني مش يعني مش ما في مش هيبان في جاب بين اللعيبه الصغار واللعيبه الكبير. طيب دلوقتي عايز اسالك سؤال، الدوري دلوقتي الاهلي والزمالك، لو الاهلي لو كسب الماتشين اللي فاضلين له هيبقى في الصداره مع الزمالك 51 نقطه، بعديهم بيراميدز 49 نقطه. كده مش حاطط بيراميدز ليه في الليله؟ ما انا هو لسه بقول لك بيراميدز، ما انا قلت لك بيراميدز اهو 49 نقطه في المركز الثاني، فرق نقطتين بس عن الاهلي والزمالك. بس انت زي حاسس ان بيراميدز مش هيكمل. طب خد بقى الانح، قول بقى ده انا كنت لسه بقولها النهارده. قول انا نفسي فيوتشر وسموحه اللي هم فرق بينهم وبين المتصدر 12 نقطه، 12 نقطه دول الزمالك خسران، يعني خسران اربع ماتشات ومتعادل اثنين او ثلاثه، والاهلي متعادل سته وخسران اثنين، يعني بيخسروا وبيتعادلوا. ايوه تخلي عندك طموح يا اخي، يعني نقول على سموحه خلينا عشان في اول شايف سنه. انا مش شايف كمان اهلي وزمالك وبيراميدز بس، ده انا شايف انا عايز اربع خمس فرق ينافسوا على الصداره، ايه المشكله يعني؟ طب اقول لك انا معاك في دي. طب نقول سموحه فيوتشر، انا معاها العذر اول سنه مع ان عندها فرقه كلها بقى لها سنين وكلهم ابطال. على فكره انا بقى بشوف فيوتشر من احسن الفرق اللي عندها تشكيله وقوام في الدوري، بيلعب كوره بالظبط، طبعا بالظبط من احسن الفرق وبتلعب كوره. ليه بقى؟ ليه يا كابتن ابو المجد شاركني؟ ليه ما يبقاش كله شايف الصداره؟ اصل انت مش هتلاقي فرصه زي دي في حياتك تشوف فيها الاهلي والزمالك عمال يخسر في نقط صراحه. بص اقول لك على حاجه، هي الفكره ان 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 انت عندك مشكله مع اللعيب نفسه، مع ثقافه اللعيب نفسه، مع احترامي يعني. لعيب اهم حاجه بالنسبه له كابتن مقدم عقده، اهم حاجه بالنسبه له مقدم العقد. فكره بقى ان هو يبقى طموحاته ان هو عايز ينافس على بطوله. انا اسف معلش للمقاطعه، بس انت بتتكلم على بيراميدز وفيوتشر تحديدا، اللعيبه اللي فيهم كلهم خدوا بطولات. تمام. يعني ما انا طموحي بطوله، انا مش بتكلم على فكره سموحه مثلا، معظم لعيبته شويه هو فريق طموح ورائع جدا، بس معظم لعيبته ما خدوش مثلا بطولات. بس خلي بالك اقول لك على حاجه بقى، العامل وجهه نظري يعني، العامل في الموضوع دوت جمهور واعلاميا. يعني الجمهور يا كابتن، انت بتتكلم على بيراميدز ملوش جمهور، فمش عامل على اللعيبه برضه، مش عامل على اللعيبه ولا ضغط. عامل الاداره نفسه ان ممكن يقول له انا عايز بطوله بالظبط. يعني لو حطيت الاداره لو قالت له انا عايز بطوله عكس ما تقول له يعني لو شاركنا في بطوله افريقيا كويس او اوصل لابعد نقطه او ابعد فوزت الجدول، ما تقول له عايز بطوله. انا لسه كان معايا الكابتن اسامه عبد الكريم مدرب حراس مرمى سموحه، فبيقول لي هو ده مدرب كويس يا كابتن طبعاً، ولازم ياخد فرصته طبعا ويكمل في المنتخب. الولد ده كويس جدا. انا عارفه كابتن. طيب انا سالت كابتن اسامه عبد الكريم وقلت له انه ليه ما يبقاش طموحك تاخد الدوري؟ انا احنا طموحنا نوصل لابعد نقطه، ما تقول اخد الدوري يعني. اقعد مع اللعيبه اقول لهم انتوا شايفين الاهلي والزمالك بيحصل فيهم ايه؟ احنا كسبنا الاهلي، احنا سموحه ما انا طبعا انا مش بقول كده، انا عايز الاهلي والزمالك يخسروا الدوري، بس انا عايز اشوف خمس فرق بتنافس. بص يا عصر قال لك اللي ما اختناش في العصر ده مش هيغتني، اللي مش هياخد دوري او بطوله والاهلي والزمالك وحشين كده مش هياخد خالص. بس خلي بالك يا كابتن، بص يا كابتن، هي بتبقى يعني مع احترامي هي بتبقى ليها تحضيرات من البدايه. يعني انت كمجلس اداره انت برضو فكره ان انت توصل اللعيب للمرحله اللي هو محتاج ان هو ينافس صح، انت محتاج ان انت برضه لازم تحضر له العوامل اللي هي تساعده على كده يا كابتن. صحيح. يعني لازم تعيشه في الاجواء ان انا الفرقه بتاعتي، لا انا السنه دي عايز اخد بطوله، السنه دي انا عايز انافس. صحيح. لكن هي البدايه يا كابتن لما بتيجي في 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 اول السنه، لما حتى بتبدا تجيب لعيبه، انت بتجيب لعيبه برضه مش في معظم الانديه اللي تحت مش احسن حاجه. وبرضه هي في اجواء احسن من بيراميدز يا كابتن. لا انا ما بتكلمش على بيراميدز يا كابتن، انا بتكلم على معظم يعني. يعني بتكلم على معظم الانديه. بس انت قلت نقطه فيها الملخص يا كابتن ابو المجد،
فكره الجماهير والضغط الجماهيري وفكره احساسك ان انت شايف جداً. الجمهور عايز منك حاجه هينبسط لما انت تبسطه على فكره صعب لما تزعله يعني حتى انت بتقول فرق 12 بونت ده صعب جدا طبعا لا صعب جدا انا بقول على الورق نظريا بس ما هو لو الاهلي والزمالك خسروا ال 12 نقطه ما هو التانيين هيخسروا كمان نقاط كثيره ده كل ده ورق بس انا اقصد يبقى عندك طموح بس يعني مجرد طموح صح. كابتن عبد الجليل شرفت ونورت كالعاده دايما بستمتع بيك حبيبك انا اشكرك شكرا جزيلا مشيت 8 لعيبه وجبت 8 لعيبه انت ما شاء الله عليك على فكره انت ماشي اكتر من 8 بس انا مشيتهم لك 8 انت ماشي فرقه تقريبا يعني كابتن ابو المجد مصطفى نورت جدا شرفتني شرف كبير جدا سعيد بتواجدك معايا النهارده لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الاساتذه الكبار استاذ محمود صبري الاستاذ شريف عبد القادر هيكونوا معايا في رقم 10 خليكم معانا هذه الفقره ثقيله جدا ثقيله بقيمتها الكبيره جدا مع اساتذه كبار يشرفوني وينوروني في رقم 10 الاستاذ الكبير استاذ محمود صبري استاذ محمود شرف كبير ومبسوط جدا بتواجدك معايا النهارده سعيد ان انا معاك اخبار حضرتك ايه كله خير وايضا استاذنا الكبير استاذ شريف عبد القادر استاذ شريف مشرف ومنور كالعاده حبيبك ربنا يخليك حبيبي وسعيد بوجودي معاك ومع الاستاذ محمود كله خير زي الفل زي الفل الحمد لله لازم نبدا بالاهلي من حيث انتهى اليوم الاهلي النهارده قدام الجونه مباراه ما زال فيها الكثير من التحفظات على مستوى الاداء الفني الجماعي واكيد على المستوى الفردي يمكن قبل الجماعي كمان ايه الازمه ايه المشكله في الاهلي الاهلي النهارده بيعدل النقطه الخامسه على التوالي اللي كانت ممكن تخليه فارق عن الزمالك في صداره جدول الترتيب الخامسه على التوالي وال14 اعتقد طبعا بالتسعه اللي قبل كده طبعا انا بتكلم كمان على الخامسه اللي على التوالي بعد خساره سموحه بص عشان الناس ما تصدمش اللي بيحصل ده امر طبيعي جدا هي دي سنه الحياه وهي دي سنه الكوره زي ما بتقول يعني مساله طبيعيه جدا من تصدر المشهد على مدار 20 شهر بطولتين افريقيا بحلوهم بمرهم كاس السوبر مرتين بروزية العالم مرتين وانت ماشي في الطريق بتقع منك حاجات بس المكسب بيخليك ايه يا عم ما هي ماشيه ايوه الاهلي يدفع فاتوره يا عم ما هي ماشيه وهو بيكسب ايوه عشان نكون واقعيين صحيح طيب يا جماعه ايه اللي المفروض انا دي اصعب فتره هتمر على الاهلي وعلى لعيبته وعلى ادارته يا فيها مسانده يا فيها تخلي فيها تخلي يبقى هتتوقع ايه الدنيا هتبقى رايحه معاك الراجل اللي جاي ده بقول للناس بقول لكل اللي قاعدين خلف الشاشات على منصات يا جماعه الراجل ده ما معهوش عصا سحريه صحيح. هيعمل بيها حاجه عشان بس انتوا تكونوا واقعيين في المساله لان المساله لا ده في مشكله كبيره جدا ايه بقى عشان حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم انت بتسترسل فما رضيتش اقطعك بس بتقول لي كان في حاجات كتيره بتقع من الاهلي بتقع كتير هو ايه اللي كان بيقع؟ البيع ابرز حاجه والناس شافتها بس ما اتكلمتش فيها الاهلي فقد شخصيته شخصيته كفريق كوره يعني ما عادش الفريق اللي بيخوف بقى انت اصبحت تيجي عليك فترات اداء الاهلي قدام بعض الفرق بيصنع نجوميه المدربين الفرق دي ولاعيبتها بايه بتكاسل بعض اللاعبين وتهاونهم في حق نادي اداهم كل اللي هو عايزينه انا عايز اقول لك انه ما تفعله اداره الاهلي من دعم ومسانده وكل قول زي ما انت عايز ماشي يعني انت شوف انت احسب بفاتورتك بفريق مركبش رحله طيران ولا ترانزيت ده بياخد طياره خاصه رايحه وجايه يعني بوفر لك كل الامكانيات خلاص عشان بطوله الاهلي هو شايفها البطوله الاهم وفعلا هي البطوله اللي تستحق انك انت تروح فيها واصبحت المتصدر صحيح. لكن وانت زي ما انا بقول لك اهو الشخصيه انه اصبحت فريق هش يا كريم عشان مشكله لاعبين ولا مدرب لاعبين ولا مدرب لا لاعبين ومدرب لا وما ما هو خلاص ما هو ده الاثنين بيكملوا بعض صحيح. بس لاعبين يعني انت عاوز اقول لك ايه على مدار التاريخ لو مسكنا ورقه وقلم هنقول اميز حاجه كانت موجوده في الاهلي روحه صح ممكن يبقى اللاعبين فنيا اقل من اي فريق في الدوري وفي افريقيا لكن تجد روح قتاليه موجوده في الملعب لكن ده انت النهارده بتجد فرص بتضيع بالشوكه والسكين يعني باخدها بالتعبير لا مش ده الوقت اللي انت محتاج فيه تتمنظر بامانه شديده لا مش هنقول كل واحد يقعد مع نفسه راجع نفسه لا ده الحسبه كلها محتاجه في الوقت ده انه الفرقه اطلع من دايره مبررات بقى تقول للاجهاد وتقول للارهاق وتقول للكلام اللي هو قاعد يتحط فوق كده 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 لا
لا يا جماعه الاهلي ما يستحقش منكم كده، لا ده العمليه حسبه كبيره جدا، وجمهور الاهلي عنده ميزه ربما بدات تتغير مع الجيل الجديد اللي طالع من جمهوره، خلاص المدرجات ما فيهاش جمهور، فاصبح الجمهور خلف الشاشات. بيتناول بصوره سلبيه غريبه جدا، فيها قسوه للعيبه وفيها تصرفات وفيها البعض بيحاول والدنيا منقسمه يا كريم بصوره. لكن انا اقدر اقول لك انه في ازمه، وفي ازمه محتاجه عقل ومحتاجه هدوء للحفاظ على حاجه على ما تبقى، لانه اكيد في الاداره شايفه وشافت وتقدم لها وصبرت وانتظرت انه يبقى في حاجه. لكن لما حصل في مساله تجديد موسيماني كان موسيماني ذكيا، هرب براسه في الوقت المناسب من اجل الحفاظ على ما تحقق، لانه شعر، انا اعتقد كده، انا بقولها لك، شعر بذكاء انه خلاص ما حدش هيرحمه في الفتره اللي جايه، خلاص انت خسرت الدوري قبل كده والدوري الثاني مش هيبقى ايه، مش هيبقى مقبول بالنسبه لك. فقرر انه هو ايه، خلاص يا جماعه احنا وصلنا مع بعض وانا شايف ان احنا قدنا الفتره وانا عاوز ارتاح فسيبوني بقى خلاص. طيب استاذ شريف، لو سالتك سؤال بجانب اخر يخص النادي الاهلي وقلت لك ايه وانت دلوقتي قاعد معايا مباراه تتذكرها ممتعه اخيره للنادي الاهلي، اخر مباراه شفت فنيا وتكتيكيا وفرديا كانت ممتعه وجيده للنادي الاهلي؟ احنا لسه كنا بنتكلم في الفاصل قبل ما نخش، يعني انا والاستاذ محمود كانت ماتش الاهلي والزمالك في السوبر اول مباراه الفايلر 3-2 دي اخر مباراه انت شفتها للاهلي كانت ممتعه وفيها اداء فني، اللي هو الاهلي كان متقدم وبعد كده حصل اصابتين وبعد كده الزمالك جاب جولين والنتيجه 3-2 كان ماتش السوبر. دي من المباريات اللي مش هنساها طبعا. ليه بقى؟ ليه الفتره دي كلها؟ لان كان يعني مدرب اول مباراه ليه وشفنا طريقه اداء، شفت بصمه هو طبعا كان حضر فتره الاعداد يعني كان عنده فرصه يتفرج ويشوف ويأسس والكلام ده كله، وكانتش اللعيبه مجهده زي ما هو حاصل دلوقتي. لكن يعني انا بضيف على كلام استاذ محمود في جزئيه غياب الشخصيه. طبعا في مجموعه شعارات كده جماهير الاهلي والناس كلها بتقولها في الاعلام وبتاع، اللي هي الاهلي بمن حضر وروح الفنانه الحمراء. لو نرجع بالذاكره السنه اللي خرج بيها الاهلي من دوري ابطال افريقيا امام صن داونز، السنه دي كان الدوري صعب جدا وكان فيه كام مباريات مؤجله والزمالك كان فارق بعدد نقاط، مش كان الاهلي اللي فارق يعني، حتى لو الاهلي كان لعب كل مباريات المؤجله كان هيبقى الزمالك برضو فارق. صحيح. في الموسم ده او في الجزء ده من الموسم، يعني في الجزء الاخير من الموسم، روح الاهلي هي اللي جابت البطوله اضافه الى الدعم الجماهيري. صحيح. ولو نتذكر كم الاهداف اللي احرزها الاهلي في بلس 90 في البطوله دي اللي هي كانت بتاعت لاسارتي، بقى من امبي وانت ماشي فعلا، امبي وسموحه والاتحاد علي معلول وطلع الجيش، كان في اكتر من ماتش كان بيخلصوا بلس 90. صح. كانت روح الاهلي معوضه يعني تواضع مستوى لاسارتي كمدرب او وصدمه الخروج من دوري ابطال، وصدمه الخروج من دوري ابطال افريقيا بنتيجه ثقيله. طبعا الاهلي بيعاني بيعاني معاناه شديده جدا زي ما قال، في حاجات بتقع منك، اهم حاجه بتقع منك ايه؟ ان انت ان موسيماني اعتمد على 15 16 لعيب وساب بقيه الفرقه بلا تحضير لاي ظرف، بدليل ان انت لما اصيب منك اكرم توفيق وعلي معلول شويه ومحمد شريف شويه وخط الدفاع بالكامل لما لعبت وكنت بتأدي وبتكسب فالناس ماشيه فما جهزش بديل. حتى يا استاذ شريف معلش، حتى لما في حد انت اديته فرصه وبتألق بيرجع او يرجع تاني قعدته، يعني مثلا زي علي لطفي لما عمل ماتش كبير جدا قدام الزمالك وصد ضربه، صدر ضربه جزاء ماتش الشهير بتاع 2-1 وعمل اداء كويس، انت فاجئ الماتش الجاي قعدته وكان لسه الشناوي راجع من الاصابه وخسر الاهلي. كان سموحه ماتش سموحه ما فيش معنى ان انت عندك حارس اول بس اديله كمان ماتش يعني يزوده كمان يثبت له مكانه. يعني انت ايه، انت برضو لازم تحمي العنصر الثاني. انت دلوقتي هو انت عندك مشكله فين؟ مشكله دلوقتي عندك مشكله، اتفضل. عندك مشكله كبيره جدا ان انت البديل حتى اللي بينزل عايز تساعد مش بيساعدك. ايوه حلوه الجمله دي، يعني البديل عايز يساعد، عايز اللي جوه يساعده صح، واللي جوه مش قادر. صحيح. لان اولا
يعني بعيدا بقى عن برضه الكلام اللي بيتقال والجهاد وبتاع، الاهلي مجهد زي لعيبه مصر كلها. والكواليتي اللي موجود كواليتي، حقق بطولات وحقق انجازات، لكن لما تيجي تقارنه باجيال سابقه لا، انت كنت يعني كان في مباريات للاهلي، مباريات قويه ومباريات مع فرق قويه سواء في افريقيا او هنا في الدوري، كانت تبقى خلصانه عارف النتيجه قبليها قبل مزبوط. ما تبتدي في اجيال سابقه. لكن دلوقتي الناس بقت يا ربنا يستر، يعني الناس دلوقتي بتتفرج على مباريات الاهلي مع اي فريق، لان انت خلاص طمعت الفرق فيه من كتر بتروجيت لعبت عليك ثلث ساعه في الشوت الاول على الاهلي في الشوت الاول ثلث ساعه بتسلوه جدا. لا انت بتتكلم بتروجيت مصر السلوم بالظبط، ده مش وضع، ده مش طبيعي. احتراما ليهم طبعا وطموحهم وكل شيء، بس ده النادي الاهلي يعني. بعدين يعني تعالى بقى في مباراه زي سموحه، انت يعني الاخطاء الساذجه والرعونه سواء في سموحه او النهارده في الاستفاده من الفرص اللي بتجيلك، ما مش هتجيلك كتير يعني، انت مضيع مغلوب من سموحه 3-2 ومضيع مثلا 10 اهداف ومغلوب بسذاجه دفاعيه، باخطاء دفاعيه ساذجه واخطاء في التمرير، يعني دي الف ب صح، يعني اول اساسيات كره القدم التمرير والتسلل ماشي. فانت بتخسر بحاجات، فانت الى جانب غياب الشخصيه غياب الروح ما تفهمش بقى، هل اجهاد، هل مفيش دوافع عند اللعيبه، اللعيبه حاسه انها وصلت لاعلى حاجه؟ لا، بطوله الدوري على المحك دلوقتي، يعني ان انت بعد اللي حصل الموسم الماضي وضياع البطوله بيك بقى بالتحكيم باي يعني باخطائك باخطاء التحكيم بالكلام ده كله، البطوله ضاعت ونفس السيناريو بيتكرر للاسف هذا الموسم مع الفارق بس ان انت يعني في شويه اخطاء حكيم بس مش مؤثره بشكل كبير، ولكن لا في حاله رعونه شديده، وللاسف ما تقدرش قايم مدرب. يعني انا لو عايز اقيم مدرب واقول المدرب ده بعد 6-7 مباريات هشوف نتائجه ايه وبتاع، لكن واضح اولا توالي المباريات، وعندك مباريات اهم بقى جايه، انت عندك فيوتشر، بيراميدز، الزمالك، مقصه، الجونه، كل دول ورا بعض في شهر يوليو، يعني هتخلص 5 مباريات مهمه وهيحسموا حاجات كتيره جدا، والمنافس نفس الحكايه. بس انت مشكلتك ان انت يعني المنافس عالج الازمه اللي عنده نادي الزمالك، بس بصراحه اللي هو ما عندوش قيد عنده لعيبه كتير بره القايمه لمشاكل في التجديد والكلام ده كله، فصعد لعيبه بتشيله في اوقات صعبه مزمين. يعني بترجع الزمالك حتى، يعني بيبقى الزمالك متاخر بهدف ولا هدفين بترجعه في اوقات صعبه صحيح. بما فيها ماتش القمة، يعني انت كنت مسيطر شوط والشوط الثاني سلمت الماتش للزمالك نتيجه ان عنده تغييرات، رغم ان انت قبل الماتش لا ده الدكه ضعيفه صحيح. ده ما عندوش، ده فلان غايب، ده قصه يعني صحيح. كان عنده ازمات فانت هنا عندك ازمه كبيره جدا ولابد من وقفه. القصه بقى مش ان انت هتخسر دوري، لا انت عندك كاسين وعندك سوبر، لا يعني كله جاي ورا بعض، ممكن يبقى موسم كارثي لو ما لحقتش نفسك، ممكن يبقى موسم كارثي كارثي طبعا في اللي انت شايفه واللي قاله شريف، انه انت حتى على الوضع، بص على المباراه النهارده، انت رحت للجول بهجمه وهميه في الدقيقه 35 من راسيه مجدي قفشه صحيح، ورحت بفرصه حقيقيه دي 44 43 او 44 من راسيه صلاح مصر. طيب ده انت لو جبت لقطه في الدقيقه 70 لقطه كاشفه لحال خط وسط النادي الاهلي، عمرو السليه بامانه شديده، لقطه محتاج انك تقف، محتاجه ريكاردو سوارش يقف ويقعد يتفرج بامانه. لا عمرو السليه مش موجود في الملعب، يعني ايه على ما يبدو دماغه في هنقول بقى الارهاق بقى والاجهاد، ايوه مفيش مش قادر الجديد يشيله في الملعب، مش قادر ده يعني ايه عمل 3 حاجات في لحظه واحده كاشفه للمشهد. طيب ليه انت كمدرب ليه تاخرت في التغيير؟ يعني عاوز انت شايف حاله محمد شريف متواصل اهو، وشايف حاله ده جزء لا ده جزء مهم، انت برضه انت مدرب حالة إيه؟ في تريكه تعملها، هو واضح ان هو كمدرب هو لسه ما يعرفش حتى امكانيات الناس اللي قاعده عندك. انا معاك طبعا، كابتن سامي قصاني اتدخل سامي خلاص، سامي قصاني دلوقتي خلاص، سامي قصاني خلاص اللي واقف معاه دلوقتي، هنخش بقى ايه سامي قصاني اختفى، هنخش في سكه يا جماعه وجايب جهازه معاه، كابتن سامي قصاني اكيد ليه دور
ممكن ما يكونش دور هنا في على الخط، ممكن يكون له دور تاني في الملعب في، لكن عاوز اقول لك فعلا هو الراجل دلوقتي ما حفظش اسماء وما عارفش، لكن انا شايف انه ما يحدث الان يا كريم من صالح المدرب. ليه؟ انه بيكشف له خلاص. لما انا خلاص انا مش هقعد احكي لك على مستواي، انت شوف بعينيك خلاص. انت يعني ايه، انا منتظر انك انت تتدخل. كميه الفرص اللي بتضيع بغرابه كبيره، وايه بضيعها وبضحك يعني ايه؟ يعني انا داخل على كوره صلاح محسن، انا نفسي اساله يعني انت بتفكر في ايه؟ يعني ايه المطلوب من ان الراجل قاعد بره بعد ما وصلك زياد طارق في كوره تخلص بيها الماتش تحطها في ايد الجول يعني في رجله، فيرت فيه يعني رجله. انت ايه ده، لو انت بتدربه مش هتشوتها له بالطريقه دي. صحيح. هيجي بقى يقول لك انت شايف. لا يا جماعه يعني بامانه شديده في تركات في المباراه خاصه في الشوط الثاني، فرصه محمد شريف وشفته لما دخل مع حمدي فتحي كره راسيه والاثنين هم الاثنين قدام الجول يعني الاثنين بيتخانقوا مع بعض على مين ده يعني عاوز اقول لك ايه. لا في حاجه غريبه هو يا بص هو ماتش وعدى، ماتش بص ماتش وعدى ماتش وعدى عشان ما تسويتش الدنيا. لا تاخده هو بيقول لك انا شفت اربعه، تضيف ده على ماتش سموحه ها اللي جاي لك صعب يعني اللي جاي عليك بقى هيشوفها فرصه. فانت الهدف اللي انت بتقوله ده ان انتوا محتاجين تفوقوا بقى كلاعبين، تفوقوا بقى في حاجه في مشكله. هو محتاجين حاجات كتيره جدا مش فوق بس. لا انا اولا استشفاء، واول وازاي ترجع اللعيبه دي، وازاي تخلق عندهم طموحات وتخلق عندهم دوافع وكان. لا لان واضح ان اللعيبه مجهده وفاقده التركيز وذهني كمان، يعني في عدم تركيز وفي جهاد ذهني كبير جدا، واللعيبه بتفكر بقى في اللي هيحصل واللي جاي والمباريات الاصعب اللي جايه والكلام ده كله. فلازم ده دور يعني ده دور اداري ودور فني. طيب فهو عنده شغل كتير جدا. يمكن انا قلت لك هنا الحلقه اللي فاتت ان يعني رغم ان انا يعني ضد كروش وضد الابقاء عليه وكنت ضد عودته، لكن هو قال جمله الكواليتي للاسف الشديد الكواليتي يعني اما تشوف ماتش اهلي وزمالك في فيديو منتشر على اليوتيوب اللي هي الميس باص بين الفرقتين مش عارفين يوقفوا الكوره في نص الملعب لمده دقيقتين ثلاثه. طب اقول لك حاجه والله العظيم مش بدون مبالغه، انا فاهم ان احنا مش عارفين نسلم الكوره وسلموها، الناس بتتصور ان احنا بنبالغ، بس انا بتفرج على الفيديو دوت انا عمال اعمل كده مش ده ازاي ده الاهلي والزمالك دول هم دول الصفوه بتاعت اللعيبه المصريين الصفوه. عارف الازمه الاكبر ايه؟ ان احنا بنتفرج على الدوري المصري ماشي في توقيت مفيش دوريات في العالم تنسينا كمان، عايشين الهم ده يعني عايشين مالح بس يعني مفيش حاجه حلوه. احنا عندنا دوري مثير لكن ما تقوليش دوري قوي. ايوه عندنا دوري مثير نتائجه ضرب نار وتحت ضرب نار في الصراع الهبوط والاسماعيلي والقصص والمشاكل اللي بيمر بيها والكلام ده كله، لكن كوره لا صعب قوي. في يعني في فرديات صحيح، لكن كوره فينها بعض اللعيبه فينها بعض اللعيبه. قبل انا اسالك سؤال، انا عايز كل واحد قاعد بيتفرج او قاعد بيمسك ورقه وقلم ويجيب لي مين اللعيب اللي في الدوري المصري لعب خمس ماتشات بمستوى سابق. لا صعبه دي صعبه، يعني يقول لي دي صعبه لعب خمسه بلاش الخمسه، لعب ثلاث ماتشات على مستوى صعبه برضه صعبه. طب لعب ماتشين وعمل نفس الاداء يا جماعه سنة ده في واحده انا كنت لسه عايز اكملها لحضرتك بس لاعب في ماتش واحد عمل مستوى سابق عمل مستوى على مدار الشوطين. يلا بقى على مدار الشوطين يعني عامل شويه. بص يا كريم بامانه شديده، لا محتاجه وقفه، مش واقفه من يعني مش الاهلي بس، محتاج واقفه من الكل. لا في دخلنا في مرحله بامانه شديده بيتقاضى اللعيبه اللي احنا شايفينها مرتبات اعلى من اوروبا، اعلى من الدوري الفرنسي، اعلى من الدوري الهولندي، اعلى من الدوري البرتغالي، اعلى من الدوري التركي، الا بقى النجوم اللي هم ايه معروفين. لكن انا لما يجي عندي لاعب في الدوري المصري ياخد 40 مليون ولا 25 مليون ولا 50 مليون يا جماعه، لا على اي اساس انت؟ ده احنا ما عرفناش نروح كاس عالم، ده احنا ما عرفناش نروح كاس امم، ده احنا ما عندناش لعيب بيعرف ياخد واحد ضد واحد، ما بيعرفش ما بيعرفش يعمل هجمه يخلصك لو انت مزنوق. يعني عاوز اقول المستوى والقاعده يا كريم بص عملت كده مظبوط. لابد من وقفه في العقود والمبالغات. طيب انت ما سالتش نفسك
وقلت ليه مثلا حجم اللاعبين المحترفين اللي جايبهم من الدوري التونسي اكتر من 20 لاعب منتشرين في الدوري المصري؟ هل الناس دي بتتقاضى نفس الرواتب القضاء؟ لا لا لا, 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 لا هل طبعا في الدوري المغربي لانه في ايه في قواعد في حد في قواعد وفي حدود ومرتبطه اذا هنا ايه لا هو معلش انا اسف هو وليد الركراكي نفسه مدرب الوداد في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الاهلي قال احنا هنحاول نتفوق على الاهلي رغم انها لعيبتي كلهم ما بياخدوش الاجور اللي بتاخدها لعيبه النادي الاهلي في الوداد اللي هو على فريق في المغرب طبعا يعني عاوز اقول لك فاللي انت عاوز تبص عليه زي ما بيقولوا لا محتاجه بقى تشوف وجوه جديده الوجوه الجديده منين المصيبه اللي احنا قاعدين نتفرج عليه ونشوف انه انت مستوى القاعده وماشي ضيقه انت 100 مليون كل متسجلين في اتحاد الكره اعتقد ما يعدوش 150 الف تونس جنبك 12 14 مليون والمسجلين مليون خلاص يعني عايز اقول لك ايه احنا العمليه دخلت من مصلحه بلد بدافع عنها ومواهب اشوف يا جماعه المانيا في 2006 لما خسرت كاس العالم 2010 2014 كسرت الدنيا في البرازيل طب عملت ايه 12000 اكاديميه منتشرين في انحاء البلاد بيروحوا يدفعوا لا بيروحوا يدفعوا كارت ب 50 جنيه ولا ب 100 جنيه عشان يروح يشتري لا ما فيش الكلام ده ده بيعمل اختبارات هنا في مصر عشر دقايق من تقسيمتين والمدربين واقفين مدين العيال ضهرهم واللي ليه واسطه هو اللي بيطلب ماشي تبقى انت تطلع عاوز تطلع ايه ولاعب الكوره والبرايفت والاكاديميه الخاصه ولاعب الكوره كريم الموهبه يعني واللي عنده مش هيدفع فلوس عشان يروح ايه طبعا انت بتدور عليه وبتجيبه طبعا بامانه شديده بامانه شديده بقى طالب امبارح بقى طالب وزاره الرياضه وبقى طالب اتحاد الكوره اذا كان بامانه تهمكم المصلحه والصناعه دي عاوزين تحطوها في الاطار لابد يكون في حاجه في مشروع يتعمل للصالح يعني ايه لازم تبقى في قاعده اطلعوا من دايره الاهلي والزمالك والانديه الكبيره انتوا فتشوا واطلعوا ودوروا واعملوا وصرفوا وانفقوا على دي بقى تبقى مصيبه لو ما رحناش كاس العالم من 26 9 منتخبات يعني مش عاوزين نروح كاس العالم لا لا عندنا يعني احنا عاوزين يبقى عندنا دي مصيبه لكن هي الوضع لما يجي كل مدرب عمر مثلا ريكاردو يا كريم هيقول لك المشاكل بتاعت ايه هو الراجل خد تحط عارف هو موجود فين دلوقتي هيحاول يشتغل بامانه ربنا يكون بعونه وبامانه ربنا يكون بعون الاهلي وجماهيره واللعيبه بقول لهم زي ما الناس دي شالتكم وحملتكم على الاعناق وانتوا عملتوا وكان التوفيق حليفكم بامانه شديد الاهلي في اشد الحاجه في هذا التوقيت الى لاعبين من عينه عاوز اقول اكرم توفيق على الاقل اقرب واحد ليه بص هنقول ايه من عينه من عينه جيل مش هتكرر تاني غير بعد 20 سنه من عينه جيل يستحق ان هو اللي بياخده بيعمل عليه لكن في ظل الاصرار واللعب بالطريقه دي والاهمال والرعونه والتراجع امر طبعا طبعا لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا جدا مع الاستاذ محمود صبري والاستاذ شريف عبد القادر بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا اهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ شريف شايل لك السؤال ده من قبل ما تيجي يعني شايله في صدري عشان شايفه من الصبح انا قريت خبر النهارده ان كلاتنبرج الراجل المحترم الانجليزي المحترم اللي جاي يطور التحكيم المصري قريت خبر انه مش هيختار الحكام في الدوري المصري مش هو اللي هيختار الحكام عدى عليك الخبر ده بص يعني اولا انا مع الفكره دي ان احنا نجيب حد لأن التحكيم بيعاني اي نعم هو الحيطة المايلة وكل الكوارث بتتحط على شماعة التحكيم والكلام ده كله بس بيعاني ماشي وعندنا أزمة كبيرة جدا 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 في التعامل مع الفار وطلعنا بقى روح الفار وروح البروتوكول ومش عارف ايه والكلام الكتير ده اتقال ماشي وحاجات ما شفناهاش قبل كده يعني ماشي او ما شفناهاش في حتة في العالم يعني خلاص وازاي نتعامل مع الفار فكان لازم يجي حد خبير محايد بقى صح. لا يعرف سين ولا صاد عشان ما نخشش في النوايا ماشي بقى. طبعا اللي انا سامعه وشايفه ومتابعه ان حتى الحكام اللي كانوا مختلفين مع بعض او اللي هم قدام الحكام اللي كانوا مختلفين مع بعض اتحدوا دلوقتي عشان يبقوا ضد الراجل فيتوقع يعني متوقع ان الراجل ده هيفشلوه او هيفشل يعني هم فشلوه هو لان ما حدش هيساعده خلاص اللي سعداء بالتجربه اللي بره الموضوع بره اللجنه وبره الموضوع او اللي هم ما عندهمش تطلعات ان هم او طموحات ان هم يمسكوا اللجنه بره ما يسمى باسره التحكيم انا ما شفتش اسره قبل كده بس هي اسمها اسره التحكيم لا هم طبعا عندهم مشاكل كتيره طبعا التحكيم في مصر
الحلقه الاضعف اسره مع بعضين ماديا وفنيا وتدريبيا ومراجعه والكلام ده وقانونيا كمان. فهي يعني دي ازمه من الازمات المهمه جدا جوه الكره المصريه واللي اثرت بشكل كبير حتى مع لاعبتنا وهم بيلعبوا في البطولات بره. صحيح. بص لان هم بص انت جبت ايه؟ بيلعبوا هم بيلعبوا في البطولات جاب هنا اخطر حاجه يعني وانت بتلعب في بطوله امم افريقيا بص مفيش حد بيحسس عليك لكن هنا يعني حد عمل لك كده ايه ده؟ يعني النهارده في اخطاء تافهه جدا للكابتن محمد عادل بس بسيطة. ما بتتحسبش يعني الكره دي في اوروبا ما بتتحسبش كتف الكلام دوت ما بتتحسبش الحاجات دي فبتيجي تخرج بره تلاقي اللعيب بيعترض على حاجه زي دي ما هو انت الحكم اللي بره ده فاهم ان دي لعبه عاديه جوه الكوره ده صراع على الكوره ماشي فانت عندك ادي اول ازمه ازمه ثانيه التعامل مع الفار احنا لحد الان مش فاهمين الناس دي بتتعامل مع الفار بايه وامتى تتدخل وامتى ما تتدخلش والكلام ده كل واحد يقولها يعني بيخترع من دماغه قوانين ولوائح للتعامل مع الفار يعني في ازمه كبيره وامتى تخش وامتى تحسب وامتى تتدخل والوقت حتى وامتى تبقى يعني بص الحكم اللي جه حكم ماتش الاهلي وبيراميدز في الكاس عنده اخطاء قد يكون عنده اخطاء ولكن ما رجعش للفار ولا خطا ان هو حكم بس برضه بس انت حسيت بيه ولا حسيت شعرت بيه في الماتش ولا حتى ماتش الاهلي والزمالك الحكم الاسباني اللي جه بس اطلع بقى اقطعه بقى اقطع ايه ادور المهم ان انا ادور اطلع الاجنبي اللي يعني يعني زي الحكم الاسباني اقعد بالتليفونات ما ينفعش منظرنا هيبقى وحش لازم تقولوا انه كان ليه ضربه جزاء لو حكم مصري يعني الكوره اللي اختلفنا عليها بتاعت الزمالك دي في ماتش الزمالك او ماتش بيراميدز لا الحكم لا زليم لكن عشان هو حكم اجنبي لازم نطلع نكسره لكن هل احنا شعرنا بيه في المباراه؟ هل حسينا بيه؟ تعامل اللعيبه معاه هل هو نفس التعامل مع الحكم المصري لان هو ما عندوش ثقه في الحكم المصري فشاعر دايما ان هو ضده اللاعب المصري لكن الحكم اللي بره ده ما يعرفوش فمجبر على احترام قراراته مجبر على احترام قراراته لانه اي تصرف خارج هيبقى فيه انذار وفي طرد صح انت يعني اي خروج عن النص من اللاعب او من الجهاز او الاخر هيبقى فيه طرد فاحنا بنعاني لان اصلا كمان لعيبتنا ما عندهاش ثقافه تحكيميه يعني كان في زمان بيتعمل قبل الموسم ما يبتدي زي حلقات نقاش بيجي حكم للعيبه يفهمهم والكلام ده ويقول له القانون ايه والتعديلات ايه والكلام ده ما اعتقدش انه بيتم دلوقتي ما اعتقدش انه بيتم يعني لسه كنا بنتكلم في الفاصل على 2006 و2008 و2010 بطولات افريقيا ان ده توفر لك جيل يعني من حسنات الكابتن السيد اللي هو حرب ان هو كان مهتم بالقطاعات دي بدوري القطاعات والكلام ده وان يبقى في مسابقات قويه ووصلنا ان احنا خدنا ثالث عالم وبعديها بسنتين خدنا امم افريقيا للناشئين بكابتن حسن شحاته ورحنا كاس عالم في الامارات وحققنا نتائج جيده جدا مع انجلترا ولعبنا منتخبات قويه دول افرزوا لنا مجموعه غريب عمل والكابتن ربيع ياسين والدكتور محمد علي دول افرزوا لنا مجموعه انضم عليهم الجيل اللي كان فاضل من 98 مع الكابتن جوهري احمد حسن وعبزار السقا وعصام الحضري وبركات يعني بركات اللي لحقهم في اخره لكن ودخل لهم ابو تريكا ومحمد زيدان والكلام ده فشكلنا منتخب لكن انت ما عندكش مفيش. ما عندكش شايل لك انا بقى سؤال تاني من امبارح بقى متسيب الراجل رئيس الكاف طلع قال لك ان هيبقى فيه بطوله جديده اسمها دوري السوبر الافريقي الجوائز بتاعتها 100 مليون دولار انا قعدت اسال لنفسي سؤال هو ال 100 مليون دولار دول هيخشوا الكاف ازاي؟ هيخشوا البطوله ازاي؟ والاول هياخد 10 مليون دولار. الكاف الذي يعاني دائما والذي يشكي دائما الافلاس والضعف المالي بيقول ان في بطوله هتبقى 100 مليون دولار جوائزها. اقنعني بقى. انا سمعت انه دوري ابطال افريقيا القديمه ما كانش ليها لازمه يعني ما عادتش مجزيه. ايوه ايوه انا ما فهمتش يا محمود بتفرج لا اسالك سؤال هو قال حاجه غريبه جدا. متسيبي بيقول لك انه كل نادي هيشارك هيدفع مليون دولار اصلا ايه اصلا الدوره الرمضانيه يعني لا يعني لا لا بجد صح والله يعني انا مستغرب يعني ايه النادي اللي هيشارك هيدفع يعني انت هل انت لما هو هيدفع انت هتتحمل عنه رحلات الطيران والاقامه والكلام ده ولا ايه يعني هيدفع ازاي لا طبعا هو بيتارجت ال100 مليون دولار هياخدهم من شركات رعايه ومن بس تلفزيون بس طبعا هو مش في الحاله دي دوري الابطال كده دوري الابطال هتتلغي لا ولا مش موجوده هتبقى موجوده هو قال في المؤتمر انها مش هتتلغي طب هيعملها ازاي دي؟ ما انا مش عارف
بص عايز اقول لك على حاجه اصلا هو بايع الحقوق هو عايز اقول لك على لغايه 2029 بس انا بسالك حاجه انا عاوز اقول لك على حاجه هو لما جه الراجل ده قال ايه راجع بس ابرز كلام اللي قاله الذي لم يطبق منه حاجه مفيش حاجه في مباراه هتتلعب بالنهار بسبب الظروف مباراه كلها تقام ليله ما حصلش هنعمل الفار هنطبقه من الدور الاول لغايه الدور النهائي ما حصلش بعد ضغط واتعمل بعد هتشوفوا تحكيم ما حدش شافه وهنطور هنعمل في الكلام ده النهائي يعني لما تطلع بالتصريح وتقول معلش بقول للنادي الاهلي ما تزعلوش الموضوع ده تم من غير انا ايه من غير انا ما اعرف او من غير انا ما تابعتهوش لان انا سبت المساله لا انا جيت لقيته فما عرفتش اتدخل عيب عيب ما يصحش طبعا بطوله انا شايفها انت يا كريم ماشي من يوم ما جه احمد واصبح الاتحاد الافريقي معصوب العينين يسير حول خلف ما يريده انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي خلاص صحيح. بيتم تدمير من الداخل واضعاف لكل ما هو افريقي بدرجه انك انت حتى بتبقى عندك مشكله لما بطوله افريقيا عشان ترضي برضو الدوريات الاوروبيه قال لك نلعبها في كام في يونيو عشان بعد ما يكون هم خلصوا مسابقات لان مسابقات مهم منك صحيح. فلما لولا ما حصل وتدخلت الامور وقيمه البطوله في معادة الطبيعي لانه طبعا الاجواء الحاره قاتله فكثير جدا من المحترفين مجوشي في الكاميرون فانا عايز اقوله لك بطوله محفوفه المخاطر حساباتها هتبقى مختلفه انا شايف بدل ما انت تعمل لي بطوله جديده انت طور دوري ابطال افريقيا ايوه بالظبط ادي ال 10 مليون مش عاوزين 100 مليون صح. ادي للبطل 10 مليون ادي حوافز للانديه صحيح. ادي واعمل والبطوله اعمل حكام فاعتقد انه هقول لحضرتك رايي في الختام بس انا للاسف عايز اقول لك المهم نقطه مهمه الكارثه الاكبر هو اعلن ان السوبر في تنزانيا النهارده كل التقارير المغربيه السوبر في المغرب السوبر في المغرب قال لك اتلعب يعني دي كارثه قال لك الطرفين المغربيين فهيلعبوا في المغرب بص لا يمكن هيصالح حال الاتحاد الافريقي طالما بيدار بمجموعات بحي فوز الاقدع والله بيدار بص بيدار بمجموعات كتل هنا وكتل هنا ودول بيشتغلوا عند دول والكلام ده وده اللي بيسير الكلام ده دي ازمه كبيره يعني انت جاي تفتكر امبارح او قبل امبارح ان ساحل العاج الدنيا بتبقى بتمطر بيها في الصيف وده اول صيف يمر على ساحل العاج قال لك اجينا كاس عشان الدنيا بتمطر امطار غزيره لا ازمه كبيره يعني استاذ شريف نورت حبيب. وشرفت كالعاده يعني حوار معاك ممتع وشايف استاذ محمود كانت خطوه عزيزه جدا كنت سعيد جدا بتواجد حضرتك معانا انا بشكرك